الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقه جديده من كلام تاني. النهارده في كلام تاني فيما يتعلق بملاحقه قوات الامن المصريه للعناصر الارهابيه. والحقيقه الخبر يتعلق بقدره قوات الامن في انجاز عمليه في غايه الاهميه عند الكيلو 74 في طريق اسيوط الواحات. انا اعتقد ان اسيوط الواحات اذا نحن نتحدث بنفس الدائره اللي نكدت علينا عيشتنا الجمعه اللي فاتت. لكن خليني اقول لحضراتكم النهارده كلام يمكن ما كانش ينفع يتقال في الايام اللي فاتت، لكن ممكن نقوله النهارده. نحن في حرب ضد الارهاب، وبالتالي حينما تكون هناك مواجهات او عمليات ارهابيه أو سقوط لعدد من الشهداء في مداهمة زي اللي حصل يوم الجمعة الماضية، ده لو حطيناه في سياق الحرب على الإرهاب هنلاقيه سياق طبيعي جدا. لأن احنا لو ما عندناش تحدي يتعلق بالحرب على الإرهاب وإحنا دايما مسيطرين على كل حاجة، إذن ما فيش مشكلة. لكن لما يسقط لنا شهداء في هذه المواجهات، إذن نحن نعاني من حرب على الإرهاب وتحدي يتعلق بالإرهاب. احنا بيبقى عندنا مشكلة كبيرة جدا اول ما بتحصل عملية، وخاصة لما تكون عملية بهذا الحجم ومؤسفة وفيها يعني انا ساعات استغرب قوي لما يقولوا الارهاب الاسود ودناءة الارهابيين. ما هو طبعا عندهم دناءة وطبعا في وحشية وطبعا كل الكلام ده. وما احنا بنحارب ايه؟ ما احنا بنحارب قوة بنقول عليها ان هي قوة ظلام. والتطور اللي حصل في عقيدة الجماعات الارهابية هو تطور خطير للغاية. يعني بقى مسألة القتل واستباحة الدماء قد وصلت الى مستوى لا يتخيله احد. يعني ما تفعله داعش الان يعتبر يعني فصل جديد من التطور. خلينا نقول ده القاعدة دي كانت ارحم كتير. المهم مش عايزين نسيب الفكرة الرئيسية اللي عايز اكلم حضراتكم فيها النهاردة. نحن في حرب على الارهاب، وبالتالي طبيعي جدا انك تاخد خبطة وتديهم خبطة. دي مسألة فيها توازن، مش زي ما الناس بتعتقد احيانا ان احنا لازم طول الوقت نبقى مسيطرين وما ينفعش ان هم ينجحوا في اي حال من الاحوال ان هم يسقطونا او يعني يحصل خسائر فينا. لا، طبيعي لان احنا في حرب على الارهاب. العملية النهاردة اللي في طريق اسيوط الخارجة واللي سقط فيها 13 من هذه العناصر الارهابية، ده يمثل ان احنا قررنا ان احنا نرد على مدى الايام الماضية. كنتوا تحسوا ناس تقول كتير هي الدولة ساكتة ليه؟ هو فين الرئيس ما بيقولناش حاجة؟ هي فين وزارة الداخلية؟ هي فين القوات المسلحة؟ ما حدش بيقول حاجة. ما حدش بيقول حاجة لان هناك منهج يتم الاعتماد عليه، وهو ان الرد في ارض المعركة. اسهل حاجه ان احنا نطلع نقول كل حاجه، لكن لما تحصل عمليه بالحجم ده النهارده ونقدر ان احنا نتعقب هذه العناصر ونطلع 13 ارهابي ونموتهم، اذا احنا ردينا في ارض المعركه برد واضح وصريح. انا شخصيا من المدرسه المهنيه في الاخبار اللي بتقول ان احنا ما ننشرش صور فيها قدر عالي جدا من الدماء او الحاجات الشخصيه زي ما انتم شايفين، لكن ماذا نفعل ونحن في حرب نفسيه يستخدم فيها العدو الارهابي كل الوسائل للتاثير على الروح المعنويه للشعوب؟ في هذه الحاله لا تجد نفسك امام خيار سوى ان تعرض هذه المشاهد، لانها بتاخد مصداقيه عند الناس لما بيشوفوا ده على ارض الواقع. بالمناسبه زي ما حضراتكم شفتوا الارهابيين اللي سقطناهم النهارده في هذه العمليه كانوا لابسين زي عسكري. تعالوا نفهم التفاصيل من العقيد العميد خالد عكاشة، عضو لجنة مكافحة المجلس القومي لمكافحة الإرهاب ورئيس مركز الدراسات الأمنية. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك يا أستاذ رشا. أهلا وسهلا يا فندم. أنا اجتهدت بس في أن أنا أفهم ما الذي حدث اليوم، وقلت اختارت مصر أو اختارت أجهزة الدولة في مصر أن يكون الرد على عملية الواحات الجمعة الماضية برد على أرض المعركة بالعملية اللي حصلت النهاردة. يعني والله هذا يعني اجتهاد صحيح فعلا يعني، لكن ربما أجيب على سؤال حضرتك اللي طرحتيه من دقايق، وهو الخاص بلماذا لم تتحدث الأجهزة ولماذا لم يخرج المسؤولين ليتحدثوا عن عملية الواحات. الحقيقة لم يتحدثوا لأن العمل على الأرض لم ينتهي منذ الجمعة الماضية، منذ الاشتباك النيراني في عملية الواحات البحرية وحتى اللحظة. لم يكن العمل قد انتهى، وحتى اللحظة أيضا لم ينتهي للعلم، لكن وزارة الداخلية حرصت أن هي تكون موجودة مع الرأي العام وتبلغه بإحدى أولى النتائج
هذا العمل المستمر لمدة أسبوع كامل. إحنا قدام الحقيقة مواجهة شرسة جدا. حضرتك أشرت إلى مسألة توقع الخسائر، وده شيء أنا بأكد عليه وده صحيح تماما. لابد أن نتوقع أن يكون لدينا خسائر حتى ولو كانت الفاتورة باهظة، ولكن الدولة بجميع أجهزتها ومؤسساتها، الرأي العام في غالبيته الكاسحة، قرر الجميع أن يخوضوا هذه الحرب ضد الإرهاب. وطبيعي، ما هي لو إحنا مسيطرين يبقى ما عندناش تحدي، يبقى ليه بنتكلم على التحدي الخاص بالإرهاب أو المعركة يعني ضد الإرهاب أو الحرب على الإرهاب؟ يعني هذا صحيح. عملية اليوم الحقيقة أنا بشوف أنها يعني هي حطانا قدام حاجتين في غاية الأهمية. أولا إن إحنا قدام أول منتجات العمل الأمني أو العملية الأمنية اللي مستمرة من الجمعة الماضية وحتى الآن. إحنا النهاردة قدام أول هذا الحصاد، وهو خلية إرهابية متطورة أيضا 13 عنصر موجودين مسلحين ومدججين، وأيضا ربما بعد أن تفصح الأجهزة الأمنية عن شخصياتهم أو يتم التحريات الكاملة وتحديدها واستيفاء التحقيقات النيابة والقضاء بخصوصهم، ربما نكتشف أن لهم علاقة وثيقة بالأعضاء اللي موجودين في أو العناصر اللي كانت موجودة في الواحات البحرية. أيوة، هو ده كان هيبقى سؤالي. هل إحنا بنتكلم في تعقب هذه الخلايا أو هذه العناصر اللي كانت موجودة في معركة الواحات؟ أولا هو العمل كان أكثر اتساعا من مسألة تعقب هؤلاء. تعقب هؤلاء كانوا موجودة، يعني هذه المهمة كانت موجودة في السياق طبعا في المقدمة، وده شيء رئيسي وأساسي، لكن الحقيقة الأجهزة كانت بتشتغل بأفق أكثر اتساعا من مسألة تعقب الخلية، حتى ونحن كأجهزة أمن قد تكبدنا خسائر كبيرة في الواحات البحرية. يعني الأمر كان يحتاج إلى شغل أكبر وأوسع، وهو دي نقطة الدلالة الثانية الحقيقة اللي أعتقد إن إحنا وصلنا لها النهاردة بعد أسبوع واحد من عملية برضو الواحات البحرية، وهي أن الساحة الصحراء الغربية يبدو أنها ستكون هي ساحة المواجهة القادمة. أصل جديد يبدو أنه هو يعني بيثبت نفسه وبيرسخ نفسه. لو هما الخليتين واحدة أو لو قدام خليتين في نفس هاتين المنطقتين، الواحات البحرية شمالا، النهاردة أسيوط في طريق الواحات أيضا غربا في الظهير الصحراوي أو في أطراف مزارع الاستصلاح كما جاء في بيان وزارة الداخلية. يعني احنا النهاردة قدام فصل جديد فعلا لابد من الانتباه ووضع إشارة تحذير قوية جدا، وأظن الأجهزة يعني بتعمل على ده بقوة خلال الأسابيع الماضية، وربما الفترة القادمة هتشهد الصحراء الغربية نمط جديد جدا من العمل الأمني. طيب خليني أسأل حضرتك سؤال أكيد ناس كتيرة بتسمع حضرتك دلوقتي يا فندم تفكر فيه. هل ده نتيجة إن إحنا بنتكلم، تصوري أنا يعني ممكن يكون خاطئ، إن إحنا بنتكلم عن بؤرة بينشط فيها يعني الجماعات اللي اتحطت تحت لواء داعش، لأن داعش اتضربت ضربة قوية جدا في العراق، فعلى ما يبدو أنها تحاول عن طريق التنظيم اللي موجود في ليبيا الأقرب هي الحدود الغربية بتاعتنا. يعني الحقيقة هو مصدر الخطر الرئيسي، ومن يريد أن يستهدف الساحة الغربية اللي احنا بنتكلم عنها هي العناصر القيادية ورؤساء التنظيمات الموجودة في الداخل الليبي. يعني هو اللي هي معظمها داعش يا فندم مش كده؟ اللي هي الحقيقة خليط ما بين داعش والقاعدة. وده نمط برضو من التطورات اللي حضرتك كنت بتشيري ليها في الاول، وهي الخاصة بتطور هذه العناصر ودخولها بقى الى مرحلة الميليشيات الصغيرة والجيوش الصغيرة والعناصر الاكثر تقدما في التأهيل والتدريب. نوعية الاسلحة اللي ظهرت في اشتباك يوم الجمعة الماضية واللي ظهرت في المضبوطات النهاردة في خلية اليوم، احنا قدام الحقيقة شكل جديد من أشكال التكامل ما بين التنظيمات وانفتاح التحالفات ما بينهم وبين بعض. يعني ربما النهاردة نكون قصاد داعش بيشتغل مع القاعدة في ليبيا، القاعدة لديها قدرات ولديها خطط وعناصر قادرة أنها تخترق الحدود المصرية بشكل أو بآخر، أو بتلتف حول التشديد المصري اللي موجود على الحدود فبتقدر تخترق، ربما بتتواصل مع عناصر من داعش تنضم إليها في الداخل. يعني احنا قدام عمليات تتم بشراكات ما بين التنظيمات المختلفة بعضها وبعض، وهم بيعملوا دوت علشان يعظموا قدراتهم من ناحية،
وعلشان يحاولوا ان هم يلتفوا على السيناريوهات الملاحقه من قبل الاجهزه الامنيه. عندي تصور ممكن يكون خاطئ، حضرتك صلحوا لي برضو، احنا بس بنحاول نفهم. يعني التنظيمات اللي تحت لواء القاعده على خلاف مع التنظيمات اللي تحت لواء داعش، فعلى ما يبدو كمان ان هم هيدخلوا في سباق ما بين داعش والقاعده، من الاكثر على تنفيذ عمليات اكبر؟ أو من الأقوى على الأرض؟ يعني حضرتك بتشيري إلى شكل من أشكال المنافسة، وده موجود الحقيقة، وده موجود ما بين التنظيمات دي. أنا بقول ده كله عشان يبان حجم التعقيد اللي موجود في البؤرة دي الخاصة طبعًا بالحدود طبعًا الغربية. يعني جوه الأراضي الليبية أنا أشرت إلى شكل من أشكال الشراكات. الحقيقة اللي بيدخل منها عنصر ثالث كمان ربما لم نذكره، وهو العناصر التابعة لحركة حسم. الخليه اللي في اللوحات البحريه وخليه اليوم ربما تكون اكتذبت بعض من عناصر حسم علشان تدخلها الى هذا المستوى المتقدم او ترفع من قدراتها التدريبيه والتاهيليه علشان تبقى قادره انها تقود تنظيم حسم. ده تنظيم صريح للاخوان المسلمين وتنظيم ارهابي تابع للاخوان، بيحاولوا يعززوا قدراته لانه تنظيم ضعيف من ناحيه الاسلحه او من ناحيه التدريب. بالضبط بالضبط. لكن هذا التنافس ما يمنعهمش الحقيقه من ان هم في دخول في ساحه مهمه زي الساحه المصريه، ان هو وهو داخل يعمل عمليات في الساحه المصريه عنده قدره على صياغه هذه التشاركات. هو بيتنافس على البعد الاستراتيجي وعلى قياده المنظومه الجهاديه من وجهه نظر منظومه الجهاد على العالمي، لكن مع عمليات من نوع الدخول الى مصر وزرع مجموعه من الخلايا او دفع عناصر بعدد كبير زي عمليه اللوحات، هنا ممكن يصيغ شراكات مهمه وشراكات مؤثره الحقيقه. بعض الصحف المصريه نشرت بعض التحريات والتحقيقات اللي حصلت في النيابه فيما يتعلق بحادثه الواحات، كانت الترجيحات بتشير انه غالبا جند الخلافه هي العناصر اللي كانت موجوده في معركه الواحات. جند الخلافه هي يعني تعتبر الفرع الداعشي الداخلي، يعني فرع داعشي اخر بيقدم نفسه على الساحه بان هو مختص بمحافظات المنطقه المركزيه ومحافظات الصعيد والدلتا. زي ما قلت من دقائق ربما يكون الشراكات اللي ما بين داعش وما بين القاعده، القاعده هي من قدمت من ليبيا والعناصر الداعشيه اللي موجوده في مصر هي من انضمت الى هذا التنظيم. احنا كنا قدام عدد كبير، وكنا قدام يعني الموجودين قالوا ربما نتجاوز ال 50 عنصر، وفي البعض منهم قال لا يقل عن 100 عنصر. يعني انا هنا قادر اتصور ان كان في جسم رئيسي قيادي داخل من الحدود الليبيه تسلل ووصل لغايه الواحات البحريه، ومن ثم بدا يجتذب بعض من عناصر جند الخلافه يضموا لصفوفه ويتاهلوا علشان كانوا الحقيقه بيستهدفوا قائمه طويله جدا من الاهداف في المحافظات اللي كانوا قريبين منها. اذا لدينا الان بؤره زي ما حضرتك تفضلت في التحليل يجب ان يكون التركيز عليها بشكل كبير جدا، وهي البؤره الخاصه بالصحراء الغربيه اللي هي المنطقة بتاعت الواحات اللي احنا بنتكلم عنها، بالإضافة إلى البؤرة الثابتة الخاصة بشمال سيناء. يعني هذا صحيح، بس يعني هتحفظ شوية على توصيفها بالبؤرة لأن المساحة بقى في الصحراء الغربية الحقيقة متسعة جدا، وده سبب التعقيد. احنا بنتكلم على النطاق الطولي لمصر يبدأ من أول مزارع النبارية والظهير الصحراوي اللي في مزارع النبارية. أفكر حضرتك بالضبطية المهمة اللي قامت أجهزة الأمن في ابريل الماضي بضبط احدى المزارع الاخوانيه وكانت مدججه وتستخدم صحيح في تخزين الاسلحه وغيره. امتداد طولي بقى واخد من اول محافظه البحيره شمالا وصولا لغايه قنا وسوهاج، والامن نفذ عمليات في الظهير الصحراوي الغربي الحقيقه وصولا الى هذا النقطه. يعني ربما كلمه بؤره تكون فيها تصغير شويه لساحه المواجهه الطويله جدا. انا اقصد عندنا يعني منطقتين رئيسيتين لدينا تحدي كبير فيهم. يعني علشان بس الساده المشاهدين يعني يصل اليهم الذهنيه، احنا بنتكلم على ساحه بطول مصر الغربي، وده عايز جهد امني وعسكري الحقيقه شديد التعقيد ومكلف جدا على مستوى الجهد وعلى مستوى المتابعه وجمع المعلومات وغيره. ساحه بشوف ان هي الساحه المرشحه لفصل الارهاب القادم، ان شاء الله ننتصر فيها ونحقق فيها نجاحات جيده باذن الله. انا بشكرك العميد خالد عكاشه رئيس المركز الوطني للدراسات الاستراتيجيه والامنيه. معلش حضرتك هتلاقوني النهارده دخلنا مع سياده العميد في تفاصيل كتيره، ليه بندخل في التفاصيل دي؟
زي ما قلت لحضراتكم احنا النهارده بنتكلم عن 8 ايام مضت على حادث او معركه الواحات. الصدمه كانت شديده للغايه، وكان الكلام الناس مش هتقدر تتحمله نفسيا، لكن هو ده توحش الارهاب، وهو ده اللي بيقول ان في خطر كبير في المعركه المتعلقه بالارهاب. فيها تعقيدات، جانب منهم زي ما سياده العميد شرحه بالتفصيل زي ما حضراتكم شفتوا. علشان كده مش عايزه اقول نتوقع او ما نقلقش قوي او ما نتخضش قوي، لان حجم عمليه بحجم عمليه الواحات هو حجم كبير جدا، والخسائر فيها يعني كان فيها ورد شبابنا او شبابنا اللي زي الفل اللي زي الورد، الضباط الاكفاء والجنود المخلصين اللي كانوا فيها. لكن انا بقول لحضراتكم هي دي معركه فيها رايح جاي، فيها خبطه بدالك وخبطه بتديها له، لان لو انت مسيطر يبقى خلاص خلصت الموضوع او مفيش مشكله خالص، خلاص يبقى لما حد يطلع بقى يقول لك عندي تحدي الارهاب قول له تحدي ليه؟ ما احنا مسيطرين وزي الفل. لكن لما تاخد بعض الضربات ده معناه انك امام حرب شرسه. هل ده معناه ان هذه التنظيمات المسلحه يمكن ان يعني تسقط دول؟ لا، ما بتسقطش دول، لكنها بتمثل تحدي كبير امام هذه الدول. خدت في الجزء ده يعني شرح كبير لحضراتكم عشان بس تبقى الخلفيه دي موجوده في اذهاننا. ما بقولش الكلام ده ليكون مبررا لشيء، بالعكس احنا محتاجين طول الوقت ان احنا نطور من الياتنا في المواجهه مع هذه العناصر، نرفع من كفاءاتنا في التخطيط والتدريب والتسليح في لهذه المواجهه، لكن عايزه نحط ده في الاطار العام المرتبط بالمعركه كلها. طيب هروح للخبر الخاص بمؤشرات الاقتصاد اللي أعلنت بالأمس وأعلنها السيد محافظ البنك المركزي والسيد وزير المالية، وهذه النقاط أو المؤشرات الاقتصادية تهمنا جدا في إطار مش بس أن هي بيتم عرضها على صندوق النقد اللي بيتابع برنامج الإصلاح الاقتصادي، لكن كمان إحنا كمواطنين لازم نتابع علشان نشوف إحنا مؤشراتنا عاملة إيه عشان نحاول نقراها ونطرح التساؤلات الخاصة بي. خلينا نشوف أهم هذه المؤشرات. دي المؤشرات اللي كان بيتم استعراضها فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، وهاخد هذه المؤشرات مع حضراتكم واحده واحده عشان نبص عليها. عندنا ارتفاع، وده احمد زميلي هيعرضه مع حضراتكم الان، عندنا ارتفاع في معدل النمو، احنا بنتكلم عن معدل نمو افضل من فترات سابقه. معدل النمو اللي احنا شغالين على مفروض عام 2018-2019 نبقى 5.5، اعتقد ان احنا الان 4 وشويه، تمام؟ يبقى اذا معدل النمو بيرتفع. ايه حكايه معدل النمو ده؟ ايه يعني هو معدل النمو؟ معدل النمو هو زي ما بنسميه كده الكعكه او التورته اللي احنا المفروض هناخدها عشان نقسمها على الناس، فكل ما تبقى كبيره كل ما نقدر نوزع على ناس اكتر، فحكايه النمو اللي بيحصل في الاقتصاد ده هو الحاجه الكبيره اللي احنا بنوزعها على بعض. طيب فما تكبر يبقى ده شيء جاي. طيب المؤشر الخاص الثاني الايجابي اللي حصل هو ارتفاع احتياطي النقدي الاجنبي، ده مؤشر وصول ل 36 وشويه، ده كان مؤشر ايجابي للغايه. المؤشر الثاني اللي بتتكلم فيه الحكومه هو ان البطاله لاول مره تنزل عن الحاجز اللي كانت موجوده فيه، يعني تقريبا دلوقتي بنتكلم في 11.9، يعني ما يقرب من 12،
المهم ان هم كسروا الرقم الخاص ب 12 او 13 فهم شايفين، لكن مع ذلك هذا الرقم مع معدلات الفقر اللي موجوده رقم كبير جدا جدا، وفي تحدي كبير جدا. إيه هنحله ازاي؟ هنحله لو حصل استثمارات. نيجي بقى للموضوع اللي شاغل الراي العام او بتطرح حواليه تساؤلات كبيره. الدين. والدين العام خليني اقول لحضراتكم، الدين العام فيه تعقيدات كتيره جدا، وده محل دراسات لناس متخصصه في الاقتصاد بتفضل طول حياتها تشتغل على تتخصص كده في موضوع الدين العام، وامتى الدين العام يبقى خطر كبير، وامتى لما الدول تبقى مديونه ديون معينه تبقى خلاص قربت من مراحل خاصه بالافلاس او بالاوضاع الاقتصاديه السيئه، وما هي المؤشرات اللي بتقول لو انت عندك دين كبير بس ماشي فيه صح في ادارته صح يبقى ما عندكش مشكله. الدين العام ارتفع ارتفاع كبير جدا، لو حضراتكم شفتوا احنا هاخد لكم الدين الداخلي الاول، الدين المحلي بقى 3 تريليون وشويه في اخر يونيو 2017. ده نسبته كام من الناتج المحلي؟ 91%، نسبه كبيره جدا جدا. طيب نروح للدين الخارجي، الدين الخارجي ارتفع ونسبته زادت تقريبا 41%، كنا بنتكلم عن 55 مليار في 2016، دلوقتي بنتكلم عن 79 مليار في ايه؟ 2017. مشكلات الدين العام مشكلات احيانا الناس تقول لك ايه ده؟ الرقم ده حصل بيه ايه؟ الفلوس دي جت ازاي؟ هنسددها ازاي؟ وتلاقوا بقى التعبيرات الخاصه بمن سيتحمل اعباء هذا الدين، الاجيال الحاليه ولا الاجيال القادمه؟ خلونا نفهم التفاصيل من الدكتور مدحت نافع استاذ الاقتصاد. مساء الخير يا فندم. مساء النور استاذ رشا، اهلا بيك. ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله، اهلا وسهلا. انا دايما يعني عندي تصور وحضرتك استاذنا في الاقتصاد ان الدين العام كرقم مش هو المشكله، هي القضيه المتعلقه بالدين العام بتبقى متعلقه انت جبت الفلوس دي انفقتها في ايه وهتسددها ازاي. مظبوط، يعني زي ما حضرتك توصفتي بالظبط، وفضلا عن هذا طبعا بننظر الدين العام الى من اكثر من زاويه وفي اكثر من سياق. سياق معدل نمو مهم للغاية، يعني معدل نمو الدين الخارجي في الفترة الأخيرة كان كبيرا وسريعا، وصل في بعض الأوقات إلى 40%. أيضا زي ما حضرتك قلتي، طب هل أنا باخد الديون دي للإنفاق على احتياجاتي من الطعام والشراب ولا بوجهها لاستثمارات طويلة الأجل؟ أيضا إذا كان هذا الدين يأتي من التزامات قصيرة الأجل ثم أنفقه في أمور زي ما قلنا كده معيشية، ولا بحطه في مشروعات أخرى تدر برضو عائد قصير الأجل أو سريع. يعني أبقى مديون أخد أجيب دين من حد، حتى يعني عايزة أبسطها للناس، أستلف من حد مبلغ عشان أعمل بيه مشروع، ومن أرباح هذا المشروع أسدد ديني. دي ده شكل من الاشكال. يعني تصور اخر، يعني كنا دايما بنقول ايه، بنفصل الدين الخارجي تحديدا، بنقول ديون او المديونيه اللي جايه من البنك الدولي على سبيل المثال بيبقى فيها متضمنه ما يشبه القرض الحسن، ما يشبه المساعده، لان سدادها بيبقى على فترات طويله وبيبقى العائد عليها او سعر الفايده منخفض جدا. لكن على وده طبعا مختلف عن صندوق النقد الدولي اللي بيبقى قصير الاجل وبيرتب التزامات سريعه. وده يمكن الفرق الاساسي بين طبيعه الصندوق والبنك. البنك بيهدف للتمويل وتنميه وللتنميه ولتمويل مشروعات التنميه، بينما الصندوق بيعالج خلل هيكلي. لما بنتكلم على الوضع الاقتصادي المصري حاليا، الهشاشه في الاقتصاد وفقا لتقرير الصندوق الاخير وتقرير المراجعه الاول او حتى لمؤشر التنافسيه اللي تقدمنا فيه 14 او 15 مركز، ده الاثنين بيتكلموا على هشاشه في الاقتصاد في جزئيتين تحديدا، جزئية الدين العام وجزئية الانفليشن أو التضخم. دول أسوأ مؤشرين إحنا بنعاني منهم حاليا، وهما دول. طيب أنا عايز أسأل حضرتك سؤال صريح، هل إحنا نقدر كمواطنين عاديين كرأي عام في نوع من الشفافية يسمح لنا نعرف الفلوس دي القروض دي جبناها جبنا كام وأنفقناها على إيه؟ بصي، هو انت عاده بتحصلي على يعني معظم القروض اللي حصلت او معظم المديونيه اللي ترتبت الدين الداخلي على سبيل المثال كلها طبعا لتمويل العجز. احنا عندنا عجز موازنه كبيره ومتزايد، وده اللي بيخلي حتى بقى في الصندوق تمويل العجز. بس اشرحه عشان حضرتك عارف المفاهيم الاقتصاديه صعبه علينا كرأي عام. الفرق بين يعني احنا كل شويه يعني زي واحد رب بيت كده مصروفاته اكتر من ايراداته، فبيضطر يستلف عشان يغطي المصروفات دي. بالظبط كده، فبيترتب ده المصروف الحكومي العام، فالحكومه دايما عندها عجز باستمرار، فبتضطر تعمل تصدر ادوات دين عشان تستلف، اللي هي اصول خزانه وسندات الخزانه. ودي عامله ازمه كبيره كمان في القطاع المصرفي، لان المصارف متفرغه حاليا لاقراض الحكومه،
وده عمل ازمه في الاستثمار، لان ده مخلي مخلي الدين المحلي كبير جدا 3 تريليون وشويه، ومخلي الجهاز المصرفي يعزف عن الاستثمار بغرض الاستثمار او بغرض تمويل الاستثمارات الخاصه، ودي مشكله كبيره جدا، بتؤدي في الاخر الى ان المجتمع ما بيحصلش فيه تشغيل. المجتمع قايم على ليه بقى؟ لان انا كبنك دلوقتي باقرض الحكومه قرض ريسك فري خالي من المخاطر، وسعر فايده عالي جدا، دايما الريسك فري برودكتس او منتجات خاليه المخاطر دي بتبقى بسعر فايده لا يذكر، 0.5% 1% واحيانا بفايده سالبه. لكن احنا في مصر عندنا المنحنى مقلوب، احنا بنحط فايده عاليه جدا على الادخار وفي نفس الوقت فايده على الاقتراض، فانت بتخلي وتحديدا الريسك فري، يعني اللي هي يعني ادوات الدين الحكومي المفروض انها خاليه من المخاطر تماما لانها مضمونه من الدوله، وبالتالي المفروض تدي اقل عائد، في مصر بتدي اعلى عائد. طيب انا عايز اسال سؤال، عشان في ناس جدا يعني انا شفت تابعت دول كان فيها الدين العام بتاعها اعلى من كده بكتير قوي، ولكن كان بيتم اداره الدين بشكل جيد، عشان كده ما بقاش في النهايه مشكله او ادى لا سمح الله ان الدول دي افلست. هو في معايير بتضمن استدامه الدين وقدرتك على السداد، يعني ودي احنا اتكلمنا عنها كتير حتى مع حضرتك في البرنامج، واتكلمنا عنها في مقالات مختلفه، عشان انا شايفه الناس قلقانه قوي من ارتفاع الدين العام. هو يقلق طبعا، لان حتى نصيب الفرد منه بقى كبير. النصيب تقريبا 813 ولا 800 بكام؟ ده الخارجي لوحده يعني يعني ده يعني بتتكلم على مبلغ كبير. المبالغ دي وهو متغير باستمرار، يعني حتى الرقم الاخير للدين الداخلي حضرتك تفضلت بيه، اعتقد ان يعني مش ده احدث بيان. لا ده اللي قاله السيد طارق عامر امبارح في المنطقة. ما هو للاسف لو سمعتي كلام وزير الماليه هتلاقي رقم تاني. احنا عايزين، ودي برضو مشكله في الشفافيه في الرقم الخاص بالدين تحديدا، ايضا الرقم الخاص بميزان التجاره، الناس اللي شغاله في الوزاره نفسها 812 متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي. من الخارجي بالظبط، هو اتكلم على الخارجي تحديدا طارق عامر، ما اتكلمش على الداخلي، الداخلي هو الاكبر، لكن نمو الخارجي هو اللي كان بيقلقني دائما، لان معدل النمو كان سريع جدا، ايضا هو مع ان الاقتراض الخارجي له مزايا، ان الفايده بتبقى منخفضه جدا، نمره 2 اجل او مدى السداد بيبقى طويل. مش دايما. وعندي وانا عندي ازمه في الاكسشينج ريت، انا عندي ازمه في سعر الصرف، وعندي ازمه في وفره الموارد الاجنبيه، عندي مشكله في السياحه، عندي مشكله في الصادرات، عندي اتساع في عجز ميزان التجاره، صحيح بدا يتجه الى ان هو ينخفض نسبيا لكن ما زال كبير، وبالتالي احنا في حاجه ان الحكومه تظهر للراي العام وللاعلام وتتكلم في مساله الدين العام، لان المساله دي فيها كلام كتير جدا، ولازم الحقائق تبقى واضحه قدام الراي العام عشان يبقى فاهم كيف تسير هذه الحكومه في هذا الملف، وليس عيبا في ضوء نقص الموارد انك تستلف، لكن القضيه هتدير ده ازاي؟ بالتاكيد، وده انا كنت دايما بقول احنا، ويمكن الرئيس بعد كده رددها لما انا قلت احنا مش مهم بس نستلف لمجرد ان احنا لدينا القدره على الاستدانه، ولكن يجب ان يكون لدينا القدره على السداد، بمعنى ان انا ممكن اقول انا ملأت المال، انا الريتنج بتاعي متميز، انا عندي تصنيف كويس حاليا، وده صح 100%، ممكن تستدين لكن المهم يبقى عندك قدره على السداد، وهي دي فكره اداره كفؤه للدين. وايضا انا ممكن مش بالضروره ادير المديونيه بشكل جيد او بشكل يدر عائد منه اسدد، بقدر ما يبقى عندي برضه تصور ان انا في اماكن اخرى او في مشروعات اخرى هتشتغل او في استثمارات اخرى هتضخ، ممكن انها تغطي لي الفجوه دي. اعتقد ان هو ده يمكن توجه الحكومه فقط، ان الحكومه مش باصه على اداره الدين بقدر ما هي باصه على احنا بانتظار يعني كلام واضح في الموضوع ده، واتمنى يبقى في مصارحه وشفافيه، لان احنا في مركب واحده، واحنا اتفقنا ان احنا ناخد طريق الاصلاح الاقتصادي اللي بيتحمل فيه المواطنين عبء كبير جدا، يبقى الامانه تقتضي ايضا ان يتم مشاركه الراي العام والمواطنين في طبيعه ما يحدث. بشكرك الدكتور مدحت نافع استاذ الاقتصاد. هروح مع حضراتكم مجموعه من الاخبار السريعه، هروح ل يعني خطا جراحي للاسف يتسبب في بقاء شاب على جهاز الاكسجين مدى الحياه، هذا الطفل كان يعاني من حساسيه في الصدر منذ ولادته، وكان قد نصح بضروره اجراء عمليه لاستئصال رئته اليسرى،
عشان تتحسن حالته، لكن للأسف لما الطبيب قام بإجراء الجراحة استأصل جزء كبير من الرئة مما أدى إلى فشلها، والطفل ده عايش أو الشاب اللي احنا شايفينه ده عايش طول الوقت بجهاز التنفس الصناعي. الحقيقة أن أنا عرضت هذه المشكلة علشان نجد لها حل. لما بنلاقي يعني نوعية حالات إنسانية من النوع ده لهم حق ان هم يتعالجوا لانهم مواطنين في هذا البلد. معنا الدكتور خالد. طيب نشوف الاول، عم تشوفوا لنا الدكتور خالد مجاهد، ناخد استاذ مسعد عبد الله ابن عم هذا الشاب. مساء الخير ابن عم عبد الله. مساء الخير. ممكن تحكي لنا تفاصيل اكتر عن حاله عبد الله؟ والله يا فندم عبد الله دي ابن عمي انا، طبعا مسعد ابن عمه، وده عبد الله ابن عبد الله محمد عبد الله من المنيا مغاغه، قريه اسمها قريه البلعزتين. هذا ابوه متوفي من 2008، ووالدته هو اكبر اخواته، والدته عندها 3 اخوات بنات وناس صغر على جده. عبد الله دي عنده من صغره عنده حساسيه على الصدر، مش مع دكاتره، جميع الدكاتره كان ياخد علاجه والسام وده. جه لحد منذ 2012 الدكاتره قالوا عنده عمليه فص في جزء اليسار. عنده عمليه في جزء اليسار، قال نعملها له. رحنا عملناها في جامعه المنيا، عملنا له العمليه، قاعد بعدها 3 سنين ماشي 100 100 تمام. بعد كده فوجئ في الكليه بتاعته جامعه بني سويف تعب. لحد الان عنده حاليا تنفس اكسجين خالص، ما عندوش اكسجين خالص، عايش على اجهزه اكسجين على طول. طيب خلينا نشوف مع الدكتور خالد مجاهد. خليك معانا يا استاذ مسعد. دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزاره الصحه. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا استاذه رشا، اهلا بحضرتك. الحقيقه انا عايزه اشكرك على تفاعلك معانا دايما، يعني حتى في حالات بتجي لنا يا جماعه احنا ما بنعرضهاش، لكن للامانه بلاقي الدكتور خالد مجاهد طول الوقت متفاعل وبيرد يعني انا حتى بنفضل متابعين معاه لغايه ما بيدخل حالات المستشفى ويبعت لي النتيجه وصلوا لايه، اجره وجراحه ايه التفاصيل. بشكرك يا دكتور خالد على مجهودك الحقيقه ده للامانه يعني. يا فندم العفو كتر خيرك، وده واجبنا يعني. طيب انا عايزه اعرف ممكن عبد الله نعمل له ايه؟ حضرتك سمعت الحاله معانا، عنده 23 سنه وكان عمل استئصال لجزء من رئته اليسرى، لكن تم استئصال جزء كبير فده ادى الى فشلها، وعايش بالتنفس الصناعي طول الوقت. يعني خليني اقول هو موجود عبد الله في المنيا ولا موجود فين؟ عبد الله موجود فين يا استاذ مسعد؟ استاذ مسعد في البيت في البيت. البيت فين؟ في المنزل. البيت فين؟ في مغاغة، في مركز مغاغة قرية البلعزتين. طيب في مغاغة في المنيا يا دكتور خالد. طب خلينا نتواصل اولا، يعني احنا لازم نشوف ورقه، فاحنا عشان هو حالته لا تسمح او قد لا تسمح بالانتقال، فخلينا نتواصل كده مع الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، نتواصل معاها ونخليها حتى يعني فريق من طبي من الاستشاريين ينتقلوا لعبد الله ويبصوا على اوراقه ويوقعوا كشف طبي عليه، لو مش هنقدر ننقله مستشفى ويعني يتكتب تقرير بالكلام ده ويترفع لنا ونشوف نقدر نساعده ازاي. هل ممكن نجيبه مستشفى مستشفيات القاهره، مستشفى معهد مصر على سبيل المثال، ولا نقدر يعني هنقدر نقدم له الخدمه الطبيه هناك؟ تمام يا دكتور. عشان اذن حضرتك كده نتواصل، بس اتواصل انا حتى مع يعني استاذ مسعد ابن عم مسعد. بالظبط. شكرا للدكتور خالد مجاهد، بشكرك يا دكتور، يعني من الشباب المتحدثين الاعلاميين يا جماعه والله اللي شغالين كويس جدا وبيتفاعلوا معانا. دكتور خالد مجاهد المتحدث الاعلامي لوزاره الصحه المصريه. استاذ مسعد هيبقى في اتصال بين حضرتك وبين دكتور خالد، هنرتبه حالا بعد ما حضرتك تقفل معانا. طيب هروح للرقم المفزع اللي كان اعلن عنه في المؤشرات الخاصه بالتعداد السكاني اللي اعدها المركز الرئيسي لي او الهيئه الرئيسيه للاحصاء والارقام في مصر، الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء. الاسماء يعني احيانا بتروح، بشر بتعب برضه من الهواء. فالجهاز قدم لنا ارقام في غايه الاهميه تتعلق ب حاجات كتيره جدا، بس كان الرقم اللي كلنا وقفنا قدامه 10 ملايين شقه مغلقه.
احنا طول الوقت بنهتم، وتلاقي طول الوقت في الافتتاحات فكرة بناء شقق جديدة للشباب، توفير عقارات جديدة. لما تسمع هذا الرقم 10 مليون شقة مغلقة، طيب خلونا نشوف تقرير زميلتنا شيماء موسى عن هذه الشقق أو العقارات المغلقة، ونرجع نشوف الاقتراح المقدم من لجنة السكان في البرلمان. عشرة مليون وحدة سكنية مغلقة في مصر هو الرقم اللي أعلن عنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعام 2017، وكان من ضمن ما أشار إليه الرئيس السيسي في إعلان نتائج التعداد السكاني وجود عدد كبير من الوحدات المغلقة على الرغم من عدد الأسر الضخم اللي بيستخدموا مرافق مشتركة. في عشرة مليون وحدة سكنية مش مشغولة، عشرة مليون وحدة سكنية مش مشغولة، تفرج على كام شاب وشابة عايزين يتزوجوا، تحل مسألة قد إيه لناس مش متوفر لهم سكن مناسب. 10 مليون وحدة سكنية، 37.6% نسبة الشباب في مصر معظمهم مقبل على سن الزواج، ولكن بتقابلوا مشكلة في السكن في ظل وجود عدد كبير من الشقق المغلقة اللي من وجهة نظرهم هتحل أزمة الإسكان. الشباب بتعاني جدا في الموضوع ده بالذات، في موضوع الشقق، يعني حتى لو اشتغلت وخطبت محتاج 5 سنين عشان ان انا اتجوز. انت عندك شقق كتير بس كلها فاضيه، والشقق الثانيه مثلا سعرها بيغلى عشان مثلا لو واحد بنى فده بيغلي السعر عشان الثاني مش عايز يسكن دلوقتي، فكل ما الاسعار بترتفع كل ما الموضوع بيصعب على الشباب. بيبنوا ويقفل بعد كده بيقول لي استنى لما الاسعار تزيد، استنى بعمل ازمه عشان الاسعار تزيد، فهو المستفيد الاول المالك، والشباب طبعا الله يكون في عونه. تسقيع العقارات وطرحها في الأسواق بعد فترة بغرض الاستثمار بينعكس بشكل إيجابي على العائد المادي لأصحاب الشقق، أما على مستوى الإسكان فهو من الأسباب الفرعية اللي أدت للأزمة. تأثير الاستثمار العقاري بالنسبة للاقتصاد ده إضافة للاقتصاد المصري، أما تأثيره بالنسبة لمشكلة الإسكان إذا كان هياخد هذا العقار ويغلقه ده هيبقى له تأثير ان احنا اخدنا عقار وكان مفروض يبقى من العرض ما بقاش من العرض، وبالتالي قللنا من المعروض واثرنا على مشكلة الاسكان. قوانين الايجار من الموضوعات المطروحة ومحل النقاش داخل البرلمان، ولسه مسلسل الصراع بين المالك والمستأجر يبحث عن الحل. في ظلم طبعا للمالك، يكونوا بنى عقار من 30-40 سنة وأجروا وليكن في أياميها مثلا الشقة مثلا ب20 جنيه ب40 جنيه ب50 جنيه، نشوف الجنيه أياميها كان يساوي كام والجنيه النهاردة يساوي كام. أنا واحد من الناس ساكن في عمارة 6 أدوار الدور فيها 4 شقق، أغلى شقة فيها حضرتك تقولي كام؟ وعلى نصيتين 3.5 جنيه. قانون الإيجار الجديد فيه بعض السلبيات، في بعض الناس بتقفل شقة ممكن يأجر طبقا للقانون الجديد والراجل المأجر يقعدوا في الشقة ويدوخ بقى في المحاكم عشان يعفى الله. غياب الضمانات الكفيلة لتشجيع ملاك الشقق المغلقة على تسجيل الوحدات وقوانين الإيجار من أهم الأسباب التي يجب أن تنظر لها الدولة لحل المشكلة. شيماء موسى، كلام تاني. الاقتراح اللي قدمه السيد معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب واللي كان معانا في التقرير إن يتم فرض ضرائب جديدة على هذه الوحدات حتى يتم الاستفادة من هذه الضرائب لتمويل الشباب غير القادر من أجل تأجير وحدات سكنية. الحكاية دي هتقول طول الوقت يا الحكومة ما عندهاش حل تاني أو يعني ما فيش تفكير تاني غير في فكرة فرض ضرائب، وده اللي كان عامل مشاكل كبيرة جدا أيام فكرة الضريبة العقارية. بس خليني أقول حضراتكم حاجة للأمانة برضو، ما هو فكرة إن في عقارات وشقق موجودة ومغلقة ممكن يعني الناس تسأل طب وبعدين ما هو ده يعني لا يتم الاستفادة منه، لا بيتم الاستفادة منه من جانب أصحابها، يعني أصحابها مثلا طب ما لو هم أجروها ممكن يستفيدوا، لو هيستفيدوا يبقى لازم يتفرض عليهم ضرائب لان هم بيستفيدوا من الايجار اللي هم بياخدوه. ممكن الناس تقول احنا عندنا العقارات دي سايبينها مش عارفه نجوز ولادنا او حاطينها املاك لينا، هو انتوا يعني ما فيش حاجه سايبينها كل حاجه عايزين تاخدوا مننا عليها؟ يعني هل العقارات دي
بتمثل مصدر للثروة ولا يعني ده سؤال لازم نحطه في الحسبان. عموما هناك تعقيدات كبيرة تتعلق بهذا الأمر، لكن فكرة إن في مصر 10 مليون شقة مغلقة ده كان رقم كبير للغاية. خلونا ينضم إلينا هاتفيا النائب علاء والي عضو مجلس النواب والعضو بلجنة الإسكان. مساء الخير يا فندم. مساء النور استاذ رشا، اهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين كلهم. اهلا بحضرتك يا فندم. فكره فرض ضرائب على الشقق او العقارات المغلقه، هل تعتقد ان هذه الفكره ستلقى قبولا من الراي العام؟ اعتقد حضرتك ان شاء الله تلقى قبولا بالذات من الغالبيه، هي مش الغالبيه اللي احنا بنتكلم عليها اللي هو غالبيه الشعب المصري، طبعا مش اللي عنده شقق مغلقه. هي مرفوضه للي عنده شقق مغلقه. ولكن اعتقد ان هي حل امثل، مش علشان ان احنا عاوزين نفرض ضرائب زياده، لا، احنا الدوله المفروض ان دورها ان هي تحفز مواطنيها ان هم يقدروا ان هم ينخرطوا في الاقتصاد. الانخراط في الاقتصاد عن طريق ان احنا نقول ان الشقق المغلقه يرفع عليها ضرائب، عشان اوجه من اوجه ان انا اضطر بيها صاحب الشقق المغلقه ان هو يحطها للايجار. ازاي يعرضها للايجار؟ ده بتوفر لي ان هو بتوفر معروض من الوحدات الاسكانيه للايجار. صحيح. هتخلي ان السعر ينزل بصفه عامه. صح. وفي نفس الوقت احنا لازم فعلا برضو حقنا ان احنا او حقه علينا ان احنا نقدم له التشريع المناسب اللي هو يحفظ له بيه حقه. ما يجيش واحد النهارده ياجر شقته يغلب علشان يخرج المستاجر، او ان هو يبقى عنده مشاكل باي صوره ايا كانت. عاوزين نخلي الحياه بسيطه. كل واحد هو فكره اقتصاديه لحاجه بتقولها سليمه جدا يا فندم، ان لما تتاح فرص كتيره من الشقق للايجار هيبقى المعروض كتير جدا، وبالتالي الطلب هيؤدي ده لانخفاض سعر الايجار. ده نمره واحد. هو ده الغرض الاساسي حضرتك. نمره اتنين ان هيبقى في فكره ان يعني فيد واستفيد، يعني انت هتاجر فهتاخد فلوس والدوله هتستفيد من ناحيه تانية، انك انت من الفلوس اللي هتاخدها هيبقى في عداله في فكره ان هي هتفرض عليك ضريبه عليه. مش بس كده حضرتك، ان الدوله هتستفيد بان هي بتخف عن كاهلها موظف ان هي تبني شقق او تبني وحدات سكنيه مدعمه لفترات، تحاول ان هي تفرض برنامجها بدل مثلا ما هو سنتين زي ما الشيخ الرئيس قايل بني وحده سكنيه في زمن معين، بتفرض البرنامج، بتوجه مصاريفها لتوجهات اخرى، لمصادر انفاق اخرى، وفي نفس الوقت المواطن بقى بيستفيد بان الحياه بتبقى ابسط. فكرة يعني هنشوف كيف يتم التفاعل معها، لكن هي من الناحية الاقتصادية لها مزايا كتيرة جدا، لان في عدد من الشباب مش لاقي شقق للتملك، ففكرة انك تطيح العرض الكبير من الايجار ده فكرة مناسبة جدا. تخيلي بقى حضرتك بقى النواحي الاقتصادية والاجتماعية، انت النهاردة هتساعدي على ان اللي بيتجوز الشاب اللي يبدأ في حياته، هتساعدي على اننا كمان حضرتك بقى عندنا النهارده لو احنا بنتكلم على الاقتصاد وفتح المدن الجديده، في اماكن جديده النهارده سياده الرئيس بيفتحها، فانتقل من مكان لمكان. احنا كمصريين ما عندناش ثقافه ان انا انتقل من القاهره لاسكندريه في شقه ايجار في خلال شهرين انقل وظيفتي اروح لشركه ثانيه، لا، انت بتساعدي حضرتك في حاجات كتيره قوي بالحل ده. أنا بشكرك المهندس علاء والي عضو مجلس النواب والنائب بلجنة الإسكان. بما أننا فتحنا موضوع مجلس النواب، طول الوقت في مشكلة كبيرة جدا ما بين مجلس النواب وما بين الإعلام والرأي العام. طول الوقت الناس بتتساءل في الشارع هو إيه اللي بيحصل جوه مجلس النواب؟ هل مجلس النواب والأعضاء اللي فيه بيناقشوا حاجات تتعلق بحياة المواطنين فعلا؟ هتلاقوا من الناحية التانية مجلس النواب والدكتور علي عبد العال والنواب يقول لك أنتوا أصلا أنتوا في الإعلام ما بتركزوش على الشغل اللي بيعمله مجلس النواب. طبعا كانت في حاجة بتحل الحاجات دي لما كانت فكرة إذاعة الجلسات، كانت بتخلي الرأي العام يتابع ويشوف إيه اللي بيحصل. إحنا قررنا في كلام تاني إن إحنا على مدار الأسبوع نتابع ما يحدث في البرلمان ويكون لينا تقرير بيمثل حاجة اسمها عين على البرلمان، ايه اللي بيحصل جوه البرلمان من مناقشات. هنبدأ هذا التقرير هذا الأسبوع وهنتابع الآن هذا التقرير مع الزميلة داليا علي.
أسبوع جديد تحت قبة البرلمان تناثرت فيه الأوراق على طاولة المجلس لوضع حلول تسهم في تحسين الأوضاع، حيث تضمنت الجلسات خلال الأيام الماضية انتقادات بشأن ارتفاع أسعار كشوف المخدرات في الجامعات والتي تراوحت بين 300 إلى 500 جنيه، وهو ما يعد تكلفة للمواطن. كذلك هاجم برلماني في بيان عاجل عدم البدء في تنمية الصعيد على الرغم من موافقة البرلمان على قرض النقد الدولي. وناقش البرلمان أيضاً اتفاقاً مع الحكومة على تقديم قانون هيئة سلامة الدواء للبرلمان وخفض أسعار الدواء خلال 6 شهور، والعمل على إلغاء الاحتكارات، فيما جدد رئيس ائتلاف دعم مصر محمد السويدي هجومه على سياسة وزارة الصحة في تخصيص صناعة الدواء لبعض الشركات، ما أدى إلى ظهور ممارسات احتكارية ورفع أسعار الدواء وتوقف 51 مصنعاً عن الإنتاج. وفيما يخص التعليم، صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي أن منظومة التعليم في مصر غير سليمة وأن الوضع غير مرضي. كذلك برر تأجيل الدراسة في المدارس اليابانية لاختيار معلمين أفضل لتحقيق النتائج المرجوة، وأن زيادة المصروفات المدرسية للمدارس الحكومية 20 جنيها جاءت بعد تعديل قانون التأمين الصحي. كذلك ناقش وزير الاتصالات على هامش اجتماعه مع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب قرار توقيع جزاءات على شركات الاتصالات حال عدم تقديم الخدمة بشكل جيد، وأضاف أن تحريك أسعار الكروت يصب في صالح تحسين الخدمة والتغيير التدريجي في سرعات الإنترنت. كذلك رفض الادعاءات بالربط بين حادث الواحات وتغطية شبكات الاتصالات. ومن جانبها وافقت لجنة مقترحات البرلمان على إنشاء صندوق لحماية الشباب من آثار البطالة والفقر، وقررت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية، فيما اعترضت وزارة المالية على مشروع القانون بحجة أنه يحمل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية في ظل العجز الكبير فيها، لتستمر المواجهات بين نائب الشعب والحكومة في محاولة التخفيف عن كاهل المواطن المصري. كل أسبوع نتابع مع حضراتكم ما الذي يحدث داخل البرلمان. البرلمان له دور كبير جدا، هل هيقوم البرلمان بدوره ويعبر عن طموحات المصريين، وهل هم الناس دول بيشتغلوا واحنا ظالمينهم، وهل في مجهود بيتم؟ كل ده هنتابعه مع حضراتكم في تقريرنا الأسبوعي إن شاء الله اللي بدأنا النهارده. خلينا نروح للواقعة الخاصة بأمين الشرطة اللي يعني مارس كل أعمال، يعني أنا هستخدم التعبيرات الحقيقية، مارس أعمال بلطجة واضحة جدا، قام باقتحام مدرسة وتعدى على المدرسين في بني سويف. ده الفيديو اللي انفرد بيه زملائنا في المصري اليوم. هتشوفوا حضراتكم في هذا الفيديو أمين الشرطة وهو بيقتحم المدرسة اللي موجودة في قرية طحا شمال بني سويف، وتعدى بالضرب على وكيل المدرسة. على فكرة أمين الشرطة هو اللي لابس زي اللي حضراتكم شايفينه، الألوان يعني أخضر فأحمر، دي هو ده أمين الشرطة زي ما أنتوا شايفين. قام بتكسير الكراسي بتاعت المدرسة وتعدى على وكيل المدرسة والمعلمين لأنه كان عايز يصطحب بنته أو ياخدها قبل مواعيد انتهاء اليوم الدراسي. طبعا تم تحرير محضر بالواقعة، وأظن أن حاله هيبقى حال الرائد بتاع الأسبوع اللي فات اللي دخل هو حماته ومراته، وانتفضت الداخلية ووزارة التربية والتعليم وتم إحالته للتحقيق بشكل واضح. هذه التجاوزات لا يسمح بها، لا يسمح بها لا من مواطنين ولا من عناصر بتنتمي لجهاز الأمن، والجهاز الأمن نفسه هو اللي هيتصدى لمثل هذه الأعمال. ده سلوك أنا أسفة يمارسه بلطجي، فيبقى لما يكون هو أمين شرطة تبقى يعني مصيبتين مش مصيبة واحدة. طيب هنضم إلينا سيادة النائب عبد الرحمن برع عضو مجلس النواب عن دائرة بني سويف. مساء الخير يا سيادة النائب. يا أهلا وسهلا بمعاليك. إيه حقيقة هذه الواقعة؟ عايزين نفهمها يا فندم. أنا بدأت أتدخل بعد ما وصل الموضوع إلى اسم الشرطة. ومجرد ما أخطروني للمعلمين، تعرف أنه جزء من حياتي وحياتي كلها هو العالم التعليم ودوري كنائب وكعضو لجنة التعليم وكيل لجنة التعليم سابق. رحت تأكدت من الواقع فعلا، سمحت كل الشهود، سمحت المدرسين، بدأنا معهم العرض على النيابة.
طبعا المعلمين بتاعتنا أقاموا يوم في اسم الشرطة لتاني يوم لحين تحريات المباحث. معلمين بتاعتنا اللي احنا جايبينهم يربوا أجيال بياتوا يوم في المركز. ليه؟ ده هما اللي تم لأن معالي الأمين الشرطة عمل لهم محضر. لا ثانية واحدة، ضرب نفسه. هو مين اللي ضرب مين؟ هو ضرب مين اللي ضرب مين؟ هو بهدل المدرسة وعشان يكون عنده حل موضوعي يعمل ايه؟ فراح عمل هو محضر للمعلمين التلاتة من المعلمين وقال ان هم ضربوني وعمل تقرير طبي. هو مين اللي بيضرب مين؟ ما الفيديو موجود. هو اللي بيكسر وهو اللي بيضرب الناس وبيعتدي عليهم. ما هو طبعا الحقيقة النيابة الحمد لله يعني اعطت الحق لاصحابه وتم خروج المعلمين وهو خرج بكفالة 3000 جنيه بس بعد ما المعلمين قضوا يوم في اسم الشرطة لأن بيته لأن العرض تم بالليل فكان لازم تحريات النيابة. كل هذا التوقيت وأنا مقيم معهم في القرية رغم أنها من دائرة انتخابية غير الدائرة بتاعتي. بس أنا نائب أمة وده دوري ناحية المعلم ولا أقبل أيا كان التجاوز. طب عملوا إيه مع أمين الشرطة؟ النيابة عملت إيه مع أمين الشرطة؟ أمين الشرطة يتعامل طبعا احنا عندنا شقين مع أمين الشرطة. طبعا هو أفسد حاجات في المدرسة. مديرية التربية والتعليم في بني سويف أصبحت طرف في الموضوع للتلفيات وإهدار مال عام عندها والتعدي على المدرسين بتوعها. أول نقطة التعدي بتاع التربية والتعليم دخلت في الإهدار. المعلمين دخلوا بالاعتداء اللي تم عليهم اعتداء على موظف أثناء تأديت عمله فهو شال ثلاث تهم. طب النيابة عملت ايه؟ كان قرارها ايه؟ الافراج عن المعلمين. ايوه. وكفالة لأمين الشرطة وتعمل له قضية. في اجراء تم اتخاذه من المديرية تابع ليها وقفوا عن عمل مثلا؟ هو مش تابع مديرية امن بني سويف. والموضوع كله حصل في خلال 48 ساعة. يعني أنا كان عندي سؤال غريب جدا بسأله يا جماعة هو رد فعله اللي عمله ده كله اللي فيه مع حاجات يعني أولا نط من على سور المدرسة لما قالوا له مش هتاخد بنتك ثانيا ضرب أخصائي اجتماعي بعدين ضرب الوكيل فبقول لهم كل ده عشان قالوا له بنتك بعد 10 دقايق هو أنتوا نرفزتوه يعني أنا كل فعل رد لا معلش يا فندم هو يعني نرفزتوه فهو ما يتنرفز حضرته يكسر في المدرسه ويضرب يعني المدرسين هو مش. اللي عمله ده كله لمجرد ان قالوا له بنتك فاضل لها 10 دقائق الساعه 12 ل 10 يا فندم ولو قالوا له حاجه يا فندم يا فندم في حاجات ده اسمه حرم المدرسه ويعني اي ولي امر فينا لما بيروح يطلب بنته بيطلبها باحترام للناس اللي موجودين واذا كان ليها عذر مثلا تعبانه او مريضه او عايزه الموضوع ده انا كنائب بدات اقوم بدورين طبعا انا فضلت مع المعلمين وقمت بالدور ولا اخفيك يعني معالي مدير امن بني سويف والقيادات كلها الشرطيه كلهم يعني الموضوع كله كان مستاء منه. ايوه هو ده الكلام اللي انا عايز اسمعه ان احنا مش هنسكت على اي تجاوزات يعني بالظبط. النيابه سهرت لحد 2 بالليل لانهاء التحقيق معاهم وهم بدورهم على اكمل وجه والكل يعتبر ان المعلم ده قدوه. أنا كدوري كنائب أولاً أنا قدمت طلب إحاطة أولاً لتكرار هذه الممارسات داخل المدارس. أنا عندي في محافظة بني سويف ست حالات على مدار شهر، الدراسة بدأ لها شهر. ست حالات بنفس الوصف ده. فالسؤال نفسه إن أنا بستعد للمشروع يعني في مواطنين مش أمناء شرطة. أنا بستعد لعمل قانون لحماية المدرسة. لان انا من كتر مشاكل المدارس اللي بتجيني يعني بحس ان احنا بقينا اتحولنا لبرنامج جرعه التعليم في مشاكل كتيره جدا تتعلق بالتعليم. طيب انا بشكرك سياده النائب انا اسفه بس للوقت النائب عبد الرحمن برعي عضو مجلس النواب عن دائره بني سويف ولشهاده هذه الواقعه المؤسفه. شكرا يا فندم. هروح سريعا للخبر الخاص بمحاوله اغتيال مدير امن حركه حماس في غزه اللواء توفيق ابو نعيم تعرض لمحاوله اغتيال فاشله. المحاوله دي هي المحاوله الثانيه من نوعها خلال 7 أشهر. المسلحون نجحوا في المره الاولى في مارس الماضي في اغتيال الاسير المحرر من السجون الاسرائيليه مازن فقه.
غرب مدينة غزة، مما دفع حركة حماس إلى إعدام عدد من المتورطين في اغتياله. النهاردة كمان فيما يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية، لن تتمكن حركة فتح أو الحكومة في فتح من استلام بعض المقار والمؤسسات في قطاع غزة، وتحديدا سلطة البيئة وسلطة الأراضي، يعني مقر وزارة البيئة ومقر وزارة الأراضي، وما عندهم سلطة البيئة اللي هي وزارة البيئة وسلطة الأراضي اللي هي وزارة الأراضي. الحكومة موافقا للاتفاق كان المفروض أن الحكومة اللي موجودة في الضفة الغربية هتتسلم هذه المقر في قطاع غزة، لكنها لم تتمكن. ده بيضع تساؤلات حول هنا بقى اختبار أو اتفاق المصالحة بيتعرض لاختبارات، هل هينجحوا ولا مش هينجحوا، هل هتسير الأمور كما تم الاتفاق، هو ده الاختبار الحقيقي. ناس خدت ده ان ده مؤشر النهاردة على ان يعني في مشاكل مش إيجابية، هيتغلبوا عليها ازاي خلال الفترة القادمة، ده السؤال الحقيقي. لكن طبعا انت بتعمل اتفاق وبتقعد وبتعمل مجهود، ما لم تكن هناك نية حقيقية لتنفيذ هذا الاتفاق يبقى احنا مش هنعمل حاجة. والاتفاق ده بالمناسبة احنا نقولش الكلام ده عشان مصر هي اللي كانت بترعى هذا الاتفاق او ان احنا عملنا مجهود كبير فيه، احنا عملنا مجهود كبير فيه علشان توحيد الصحف الفلسطيني، عشان يبقى فيه صوت فلسطيني واحد يقدر يعبر عن مطالب الشعب الفلسطيني في مواجهة اسرائيل. هنفضل نستنفذ طاقة الشعب الفلسطيني في هذه الخلافات يبقى احنا ما وصلناش لاي حاجة. طيب هروح مع حضراتكم او هختم بيه تقريرنا النهاردة اللي فيه قدر عالي جدا من الإيجابية، وهو دي الحاجات المضيئة في مجتمعنا اللي لازم نركز عليها. مبادرة عملها مجموعة من المواطنين علشان يحاولوا يساعدوا مرضى السرطان. الحقيقة المجتمع لازم يتكاتف طول الوقت، لأن اللمسات الإنسانية دي بتفرق كتير جدا. عندنا النهاردة نموذج لسيدة بتقدم هذه المبادرة وهذا الدور الإنساني الجميل، هنشوفها ونرجع بعدها نفتح ملفنا المهم جدا الحقيقة، وهو قانون التأمين الصحي. هل سننجح بالفعل بإنجاز قانون حقيقي يحقق هذا المطلب الذي انتظره المصريون كثيرا؟ وهذا المطلب في حق في العلاج والتأمين الصحي هو قلب العدالة الاجتماعية التي رفعنا شعارها طويلا. بعد الفاصل. القصة كاملة ان كان زمان كان في حد غالي عندي جدا، شخصية يعني عامة، تعبت دخلت في القصة ديت، بدأت ان انا بتعايش معاها خطوة بخطوة من اول مرحلة لحد اخر مرحلة، فشفت نوعيات كتير في المستشفى. فكرت الاول ان انا اعمل موضوع الحواجب الميكروبليدنج ان انا اساعدهم بيها، بعد كده موضوع الرموش، بعديها البواريك، فحاجة بتجيب حاجة حاجة بتجيب حاجة، فكده بقى الفيس اللي ظاهر قدام الناس، وهي حتى لما بتيجي تبص في المراية لا انا انثى كاملة مفيش حاجة ناقصاني. فده بيساعدها مع العلاج ان النفسية اصلا تكون كويسة. البواريك الجاهزة بتبقى الماتيريال بتاعتها فيها بلاستيك اكتر، فهم ما عندهمش مناعة، فالجلد عندهم هيبقى حساس اكتر، فكان قدامي خطوة تانية خالص اللي هو اجيب الشعر الطبيعي زي ما هو كده بالجرام، اوديه لتاجر يغزلهولي يعملهولي باروكة بالشكل بالطول بالقصة اللي انا عايزاها وتبقى جاهزة. هو الموضوع طبعا فور فري، ده حاجة تطوعية مني. الموضوع مكلف شويتين، خاصة في البواريك، الجرام أقل حاجة دلوقتي هيعمله من 20 لـ23 على حسب نوع الشعراية، فعشان تعملي باروكة كاملة من 500 جرام لـ600 جرام لا طبعا هتكلف، بتكلف. بدأت أعمل إعلانات ممولة أدفع عليها فلوس عشان تبقى نسبة المشاهدة بتاعتها أعلى، تتشاف أكتر تتعرف أكتر، فبقى يجيني ناس كتير بتيجي من الموضوع ده وناس كتير بتعاني. بعد كده لقيت ان في مديرة مستشفى كلمتني اتفقت معايا، بقيت معاهم كل اسبوع يوم في الاسبوع في مستشفى تانية بتاعت الاطفال، ديت برضو
يوم الاجازه بتاعتي بقت مخصصاه ان انا طول اليوم برضه ابقى معاهم. اتفقت مع المديره هناك على كده. تخيلي لما الواحده الطبيعيه فينا اللي مش تعبانه تلاقي مثلا الرموش الطبيعيه بتاعتها خفت شويه، بنتضايق قوي وبنزعل، ما بالك بقى ان دي مفيش ولا شعر ولا حواجب ولا رموش، بشره بحتانه، كل حاجه فيها متدمره. انت لو تشوفي في الاخر انت لما بتساعدي حد نظره عينه لوحدها دائره الدعاء الفرحه اللي في عينيهم دي كفيله ان هي تقتل اي طاقه سلبيه جواكي واي حزن او اي اكتئاب. بقالنا فترة طويلة بنحلم ورافعين شعارات العدالة الاجتماعية، نحن بصدد قانون يتعلق بقلب العدالة الاجتماعية إن صح التعبير، وهو قانون التأمين الصحي. كانت الأنباء واضحة جدا إن مع بداية دورة الأنقاض الجديدة، يمكن في حوارنا مع معالي الوزير عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، قال لي إن سيتم طرح قانون التأمين الصحي وعرضه على البرلمان بعد انتهاء الحكومة منه. انتهت الحكومة من هذا المشروع هذا الأسبوع وسيتم إحالته للبرلمان. ناس كتيرة بتسأل هل نحن بصدد قانون حقيقي سيمنح جميع المصريين الحق في العلاج، الحق في رعاية صحية إنسانية؟ وأنا أحط 50 خط تحت كلمة إنسانية. كان بيؤلمنا كثيرا طول الوقت لما الناس تقول اللي ما عندوش فلوس في البلد دي ما بيعرفش يتعالج. هل نحن بصدد قانون هيوفر حق العلاج وهيوفر حق الرعاية الصحية بشكل آمن ويرضي المواطنين؟ هطرح هذه الأسئلة وغيرها وأتلقى اتصالات حضراتكم ومشاركتكم على صفحتنا مع ضيوف الأعزاء. الدكتور محمد نصر عضو لجنة إعداد القانون ونقيب أطباء الجيزة. مساء الخير يا دكتور. أهلا وسهلا. وأيضا النائب المحترم الدكتور مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب. مساء الخير سيادة النائب. أهلا مساء الخير. وأيضا النائب المحترم الأستاذ عمرو الجهري عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب. أهلا وسهلا. دكتور لو حضرتك تلخص لنا كمواطنين كده في نقاط محددة، ماذا تقدم الحكومة في هذا المشروع الجديد للتأمين الصحي؟ هل كلنا كمصريين هنبدأ نتعالج وناخد خدمة كويسة؟ هو أهم خطوة في قانون التأمين الصحي الشامل، واحد أنه كان لازم يجمع الموارد، جمع الموارد، نزود الموارد للتأمين الصحي. بالضبط. الحاجة الثانية أنه قبل كده هو كان في هيئة تأمين صحي شغالة وبتغطي حوالي 50% من الشعب، 58% من الشعب. فهيئة التأمين الصحي اللي شغالة، طب ايه اللي اختلف؟ ايه اللي حصل الاختلاف؟ الاختلاف الاولاني انه نيجي في الاشتراكات بتاعة التأمين الصحي. ان انا كان المواطن بيدفع اشتراك عن مرتبه الاساسي. يعني انت عندك مثلا استاذ جامعي والسكرتير بتاعه. السكرتير بتاعه بياخد 1500 جنيه والاستاذ الجامعه بياخد برضه يمكن 2000 جنيه. لكن الاستاذ الجامعه بياخد بدلات مثلا بيوصل مرتبه ل 12000 جنيه. فلما كان بيدفع كان بيدفع على مرتبه الاساسي زيه زي الايه السكرتير بتاعه، فكان بينتج عن ذلك ان الفقير هو اللي بيصرف على الغني. فاول خطوه في نوع العداله انه كان لابد انه في الاشتراكات لابد ان المواطن يدفع عن اجره الاساسي. ما بقولكيش مثلا دكتور وعنده عياده الى اخره، لا، احنا بندفعه على الفلوس اللي بياخدها من الحكومه بسرك. دي اول خطوه. الخطوه الثانيه بس الكمبيوتر او الشريط المرتب اللي بياخده على الاساسي ولا بياخده بيبقى مسجل؟ ما احنا عايزين ما هو بقى القانون الجديد هيتحسب على الاجر الشهري اجمالي اجمالي دخله البراي الخاص، لا اجمالي دخل الحكومه. اجل الحكومه هيقدر يحصره حضرتك؟ يعني هيقدر يحصره؟ يعني في حاجات بتبقى بدلات حرج خاص. طبعا كل البدلات محصوره. انت اما بيجي لك اي بدلات بتمضي عليها ده بتاخدها على سرج. كل ما هو انت واخده على سرج. يعني انت عندك وكيل مش عارف حضر لجنه ايه فادوله مكافاه ايه كان عضو في ايه فادوله دول اللي هم تحت سيطره الدوله. طب واللي خارجين بقى؟ ما هو ده لسه هنتكلم. ده يبقى اذا اول حاجه الاشتراك. الحاجه الثانيه انه كان التامين الصحي للعاملين والوحده في التامين الصحي العامل. دلوقتي اصبح الوحده في التامين الصحي الاسر. كويس قوي. دي نقطه مهمه جدا. الحاجه الثانيه يعني لا نقف عند دي عشان نشرحها للناس. كان الشخص هو اللي بيتعالج، دلوقتي اسرته. يعني لو واحد له حق في التامين الصحي موظف مثلا، يحق لزوجته ولابنائه
ان هم يتعالجوا. بالضبط. كويس. وبعدين يبقى اذا معاه الاسره. الحاجه الثانيه اجباري مهما كان عدد الاسره. وكل من يعوله، يعني افرضي احسن واحد بيربي ولاد ولاد اخوه الايتام مثلا. كويس. محسوبين من ضمن والدته ووالده كل من هم بيعولهم. كل من كويس. بيدفع لكل من هو يعوله. كويس. الحاجه الثالثه انه بيدفع في الاشتراك. هو بيدفع قيمه واحده ولا بيدفع على كل واحد قيمه؟ لا بيدفع على كل واحد. كل واحد عليه. بيدفع عن كل واحد يعني على بيدفع على كل واحد يعني بيدفع على اسره خمسه يدفع لخمسه. طبعا. بالظبط. بالظبط. ما هو اصل هي يعني انت هتاخد المرتب كله. ما هي ما هو ده بقى ده اللي احنا بنتكلم فيه وهنقدر ويحتاج الحوار النقاش. طبعا محتاج النقاش. مفيش حاجه اصل مفيش حاجه مطلقه. الفرق بين التقدم والتخلف الاطلاق الفكري كل شيء ايه نسبي. المهم يعني كل شيء يحتمل الحوار. انا عايز احتمل اقف عند النقطه دي. انت تأموري يا حسن. الامر لله وحده. تأموري بس. لا الامر لله دكتور. يعني انا بس حضرتك عارف حكايه القلب بقى، فاحنا عايزين ايه عشان استاذ الدكتور قلب يعني. مش عايزين نجيب الناس القلب اللي بتسمعنا دلوقتي. يعني موظف زي ما حضرتك تفضلت مرتبه 1500 2000 جنيه 3000 جنيه بلاش، كل فرد في اسرته بيعوله هيدفع له؟ هيدفع نص في المية عن كل من هو يعوله ولا يعمل. 2% للزوجة، 2% للزوجة، 0% للأطفال للأولاد، و1% هو بيدفعه، و3% بتدفعها الحكومة. طيب نكمل. الحاجة الثانية والأهم هو إنه المشاركة لا يصح أن يسقط فرد من المجتمع من هذا النظام. يعني إيه؟ يعني كل واحد عنده بطاقة رقم قومي لابد أن يشترك في التأمين الصحي. لأنه رحمة الله عليه من ضمن أصل فيه، وإحنا في اللجنة اللي عملنا القانون 2 توفوا في خلال السنين اللي فاتت دي، الأستاذ الدكتور طارق الغزالي حرب رحمة الله عليه، راجل فاضل ومن الناس اللي رحمة الله، والأستاذ الدكتور سمير فياض ورجل ذو خبرة وذو علم رحمة الله عليهما. فحقيقة يعني ولابد ان انا انتهز الفرصه ان انا بحيي مجهودهم لو عملوا مجهود كبير جدا ورحمه الله عليهم، ولو في التاريخ اتعمل قانون التامين الصحي مش لازم ننساهم. انا بحيي حضرتك على هذه اللفته. ربنا يخلي حضرتك. فكان الفكره انه لابد ان كل مواطن في مصر يخش في هذا القانون. طبعا كان في مناقشه، كان في الاستاذ الدكتور محمد معيط وهو عضو في اللجنه ودلوقتي نائب وزير الماليه، كان بيتكلم على انه اذا سقط حد من المنظومه هتقع. طيب الناس الغير القادرين هنعمل فيهم ايه؟ هنا بقى برضو قعدنا نقاش في فتره من الفترات ان هو الدوله هتسدد اشتراك غير القادرين. كان تعريف غير القادرين. بالظبط. كان في خلاف بيننا وبين انا مع ان انا نقيب الجيزه، لكن كان في خلاف بين اللجنه والنقابه العامه، والنقابه العامه كانت جزء من على حق. النقابه العامه كانت بتقول كل من هو مرتبه او دخله اقل من 1200 جنيه يبقى غير قادر. هم عندهم حق، لكن في واقع الامر عمليا مش صح. ليه؟ لانه لو حسبتيها هتبقى حاجه بتاعت 40 مليون مش هنقدر ننفذها في الوقت الحاضر، لانه هتبقى كتيره جدا. واعتقد ان احنا لو عايزين حاجه نعملها لازم نعمل حاجه قابله للتأمين. فعشان كده سيبنا الباب مفتوح وقلنا انه من يحدد اللي يحدد غير القادرين وزاره التضامن، وسيبنا الباب مفتوح علشان مع الوقت نقدر نشوفها. بعد كده هو حضراتكم ريحتوا نفسكم يعني بقى. مش ريحنا نفسنا اصل ايه؟ بعتوها على وزاره التضامن، ويمكن هيبقى في سهل جزء سهل خاص في حكايه اللي بياخدوا معاشات او تكافل وكرامات، دول هنقدر نحصلها. لكن هم الحقيقه غير القادرين واضحين لحضراتكم من مؤشر اخر، يمكن يعني خريطه الفقر. خريطه الفقر خمسة خريطه الفقر بتقول لحضرتك مين غير قادر. 2017 35%، ويمكن تخش في 40 كمان في المية. اذا دول غير قادرين. لان خلي بال حضرتك من حاجه يا فندم، وزاره التضامن الاجتماعي قادره ان هي تصل الى نسبه من غير القادرين، لكنها لا تغطي كل القادرين. كل غير القادرين. ما هو احنا هنفضل نعالج في نفس المجموعه، ونفضل ندي معاشات ومساعدات وتكافل لنفس المجموعه، وسايبين الباقيين. لا هو انا عايز اقول حاجه، بدايه ال 1000 ميل تبدا بقى بخطوه. يعني احنا بنبدا وبعد كده كله هيخش في المنظومه. الحاجه الثانيه انه يعني دي الخطوط العريضه، لازم بيجي نزود الموارد بيسموها الضريبه على الصناعات الملوثه الى اخره. طبعا. فكانت كنا لان دي مضره بالصحه. بالضبط. ففكرنا بضريبه على الخمور، ضريبه على التدخين، ضريبه على التدخين السجاير. ما انا عارفه يعني اي حد بيدخن يدفع على علبه السجاير. فاحنا كنا بنقول ايه؟ انه
في نسبه في علبه السجاير في شركات السجاير في يعني الفتره بتاعتها. بيشتري علبه السجاير، انا ما اعرفش على قديمه يعني، اللي بيشتري علبه السجاير حاليا في 40 قرش للتامين الصحي ضريبه على كل علبه. بالظبط لازم تزيد، لازم تزيد، لازم تبقى. انا هقول لحضرتك، فهي كان الفكره انه شركات اللي بتنتج السجاير مش موافقه ان تاخد نسبه، ولكن موافقه ان يطلع نسبه ثابته. ليه؟ لان قالت لو ان خدت نسبه انت هتكلف عليا التكلفه، فانا هضطر اوفر عماله وهزود السعر على المستهلك. لكن لا، بس انا ما عنديش مانع ان انا ازود الفلوس على المستهلك اللي بيشرب سجاير. ليه؟ لانه مع انت اوعى تكوني حاجه بتشربي سجاير ازعل منك. الحمد لله. طيب انا راضي الحمد لله، الحمد لله اللي عافاني. طيب لان انت اللي بيشرب سجاير ده بيعرض نفسه لامراض. الامراض دي دلوقتي مع لسه كنا بنتكلم على الاستاذ الدكتور مجدي مرشد من الان، ان التقنيه بتاعت علاج الشرايين التاجيه والاساطر الحاجات دي كلها بقت غاليه جدا. فاحد الـ 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 الخطوط العريضه ان احنا، ودي كانت فكره الله يرحمه الدكتور سمير فرايد، ان الوقايه لا جزء لا يتجزا من نظام التامين الصحي الشامل. طيب احنا كده الخطوط العريضه ولا لسه في خطوط ثانيه عشان يدي الاحتياجات عشان المواطن يبقى واضح بالنسبه له عايز هيدفع كام؟ يعني الواحد مثلا مرتبه 1200 1500، 4% السنه بقى كلها تمام 4% يعني احسبها بقى 1200 في المرتب 4% في الشهر 4% جهه العمل تدفع 3 وهو يدفع 1%. هو 1% من مرتبه. طيب 1% على كل واحد هيعالجه زائد 3% له لصاحب لرب الاسره. ايوه. واذا كان مراته ما بتشتغلش هيدفع لها 2% من مرتبه، واذا كان وابنه نص في المية عن كل طفل. طيب انا كويس قوي، بس قبل ما انتقل لحضراتكم ولا نخليها، طب ناخد الجزء ده عشان عندي جزء اهم، الخدمه بقى اللي هتقدم مقابل ده. بس خلونا في الاول في المنظومه بشكلها. انا كان ليا ملاحظات، بس هو قبل ما نخلص كنا عايزين نقول انه من عشان نمشي هذا اتعملت 3 هيئات. ايوه ده الهيئه بتاعه ده الاساس، وده اللي فيه نقطه ايجابيه فكره الهيئه المستقله. ثلاث هيئات التي بتدير الاموال اللي هي هيئه التامين الصحي اللي بتدير الاموال اللي بتجمع الاموال وداخل فيها السؤال بتاع حضرتك، طب الفلاحين نعمل فيهم ايه؟ طب العامل الموسمي نعمل فيه؟ طب سواق التاكسي نعمل فيه ايه؟ وهو ده مردود عليه في اللائحه التنفيذيه. الهيئه الثانيه دول يعملوا عشان الناس اللي بتسمعهم منع يعني هيجي وهو بيغير الرخصه وهو بياخد الكيماوي الى اخره. الهيئه الثانيه هي هيئه تقييم الجوده والهيئه الجوده وهيئه التامين الصحي، دول هيئتين مستقلتين غير تابعين لوزير الصحه. ايوه دي مهمه قوي. وهيئه يعني الجوده بيقدم خدمه هو الهيئه بنفسه، وهيئه الجوده دي بترد على حضرتك في السؤال، طب العيان هياخد جوده شكلها ايه؟ بس هي السؤال بقى كنا بنتناقش عشان احنا برضو مش لازم نبقى لا مؤاخذه فورياجيه بق، يعني ايه فورياجي بق؟ يعني نقول كلامه ما يتنفس. فقلنا ان احنا مش هينفع ان احنا ناخد الجوده مثلا الامريكاني او ناخد الجوده احنا لازم يكون لنا جوده تبعنا. والله العظيم لو تعرف الشعب المصري، الشعب المصري والله الشعب المصري طيب قوي. طيب الجوده المتوسطه يعني الجوده اللي تليق بالانسان. اصل ساعات ايه لو انت يعني كان طموحك زياده ده هيجي مع التدريج، لكن قلنا ان مقياس الجوده لازم يدي خدمه صحيه متميزه، ولكن الجوده مش هنقدر نخليها في المقياس العالمي قوي في الفتره الاولانيه. المرحله الهيئه الثالثه هي هيئه الرعايه الصحيه، مش في المقياس العالمي لكن في المتوسط العام اللي بتقرره. بس المريض يلاقي سرير، ده المريض ما بيلاقيش سرير. طيب خلينا في الثلاث هيئات. الثالثه هيئه الرعايه الصحيه. ايوه هيئه الرعايه الصحيه اللي هي هيئه بيدخل تحتيها جميع المستشفيات الموجوده على ارض مصر. الهيئه دي مش هتدير، يعني لو فرضنا ان مثلا مستشفيات الجيش داخله مثلا يعني داخله تبعها، احنا مش هندير مستشفيات الجيش، مالناش دعوه. لكن توزيع المرضى، توزيع عشان نبعت لهم، توزيع المرضى، توزيع المدربين، توزيع المتدربين، توزيع التخصص، توزيع الاجهزه. ده الناس بتدخل المستشفيات بواسطه يا دكتور. ما هو احنا دلوقتي مش بنقول اللي احنا بنقول اللي احنا عاوزين نعمله. يعني اي حد معاه كارنيه التامين الصحي بعد كده هيدخل حقه ان هو يدخل في المستشفى طب ولو الكبير زي الصغير والغني زي الفقير. اهم حاجه انه لو معاه الكارنيه بتاع البطاقه يخش ويتعالج وبعدين يسدد الحساب مع بعديها، يعني ما يقعدش بقى في طوابير والى اخره، يخش في المستشفى، ممكن يخش مستشفى خاصه، يخش المستشفى اللي هو يختاره وبعد كده اهو ويتحاسب، والحساب بعد كده اهو هيجي للمستشفى زي ما بيحصل في اوروبا وامريكا وفي كل حته. بيبقى معاه كارنيه التامين الصحي بيدخل يتعالج. طيب هسمع ملاحظات حضرتك يا دكتور على الجزء الاول من حوارنا، لان في الجزء الثاني الخاص بالخدمه وهنطبق امتى وهنوصل لكل المواطنين امتى، لان في اسئله تتعلق بخمس محافظات فقط سيبدا بيها المشروع. اتفضل يا فندم. خليني اقول انه من النقاط اللي استاذنا الدكتور محمد
ناصر قال عليها مسألة تحديد الغير قادرين دي مهم جدا جدا انها تخش لنا البرلمان محددة او نتناقش فيها ونحددها. الغير قادرين دول مين بالضبط اللي ده يهمني قوي قوي. هيطلع بعد الاصلاح الاقتصادي نسبة عالية جدا غير قادرين. طبعا طبعا غير قادرين نسبة الفقر الفصل 35% بين الثلاث هيئات. الفصل بين الثلاث هيئات فكرة على فكرة اللي عايز اقوله برضو لازم المواطن يبقى عارف ان قانون التأمين الصحي ده الشامل ده بنتكلم فيه من 2005 بالظبط بنشتغل او بنشتغل فيه من 2005 ايام الدكتور حاتم الجبلي مش كده كانت الدراسه من ايام الدكتور حاتم الجبلي ووصلت 2007 المحكمه الاداريه رفضت القرار بتشكيل هيئه قبضه او كلام من ده وما زلنا بنحلم بيه من 64 كمان عشان كده لو اتعمل هيبقى انجاز كبير. التأمين الصحي لما بدا في اسكندريه فالفكره رائعه لازم الناس تبقى عارفه ان الفكره رائعه. الالزام في حد ذاته اللي حضرتك بتقوله ده قلب العداله الاجتماعيه. شرط العداله الاجتماعيه ان يلتزم الجميع الغني جدا والفقير بانه يبقى كفرد او متغطي بتامين صحي شامل يشمل له كل حاجه. تمام. في نقاط ضعفه هنتناقش فيها بقى بعد ما حضرتك تخش في النقاط انما الفصل بين الثلاث هيئات. الحقيقه بوح الصمت انه هيئه الرعايه الصحيه تتعمل الاول. يعني ودخل مشروع قانون السنه اللي فاتت او اللي قبليها للمجلس النواب وما تمش يعني الانتهاء منه بتشكيل هيئه الرعايه الصحيه. انا عايز اقول بالبلدي كده انا لو عندي حته ارض غير ممهده ومش واصل لها ميه ومش عارف احتياجاتها ايه ومش عارف نسبه الاملاح اللي فيها ايه وتدي ولا ما تديش اعمل ايه؟ لا اعمل ايه الاول؟ اروح جاي ممهدها وجايب شويه ميه رميها ورامي البذره في نفس الوقت ولا بمهد الاول واصلح الارض الاول واظبطها واعملها وبعدين ازرع البذره بتاعتي. انا النهارده عايز اعمل هيئه التامين الصحي وتشتغل وهيئه الرعايه الصحيه وتشتغل وهيئه الجوده والاعتماد والرقابه وتشتغل. الثلاث هيئات يشتغلوا في ان واحد على فكره ده مش منطقي يا دكتور محمد. لا بس يعني كان لازم هيئه الرعايه الصحيه. انا ردي كمواطنه هنا يا دكتور انا مش هقدر انتظر لغايه ما حضرتك هتنتظري. لا ده حضرتك هتنتظري 15 سنه ليه يا فندم؟ ما هو لغايه ما تصل لكل البلد 15 سنه. اي لا بس مش يعني لكل البلد. طيب مش انا طيب يعني طيب ما يمكن اكون انا حظي ان انا القاهره ساكنه في القاهره هيستنى 15 سنه. انا بقول لحضرتك عشان القاهريه ف 15 سنه مع اصل برضو للعداله الاجتماعيه القاهره كمركز اوضاعها افضل من المحافظات الاخرى يعني برضو للعدل. خلينا نقول ان بس هم ما حسبوهاش كده. عندنا 7-8 انواع مستشفيات بلوائح مختلفه بشروط مختلفه بانظمه مختلفه متبعثره. هيئة الرعاية الصحية دي اللي هيئة المستشفيات دي هتلم المستشفيات كلها وتعرف. أنا دلوقتي أقدر أسأل حد أقول له مستشفى مثلا ديكيرنس المركزي فيها نقص إيه في التمريض وفيها نقص قد إيه في الدكاترة وفيها نقص قد إيه في المستشفيات. وزارة الصحة بتعمل إيه يا فندم؟ ما عندكيش الإجابات دي لأن ما عندكيش حاجة. ليه يا فندم؟ في مديرية صحة المفروض إنها تربع تقاريرها لوزارة الصحة. محمد هل الإجابات دي واضحة في المعالم؟ هو محددة في بعض الحالات ما بتكونش محددة. في بعض الحالات لكن في معظم الحالات مش محددة. بالظبط. فده طبيعي. حضرتك إحنا اتعودنا إيه؟ تمام يا فندم. اول ما معالي الوزير بيسال وكيل الوزاره بيقول يا فندم تمام يا فندم المستشفى زي الفل. تروح حضرتك ما تلاقيش فل ولا ياسمين ولا شوك. وعلى فكره للامانه برضو ده اللي اتقال للسيد معالي وزير الصحه لما كنت معاه في الجوله بتاعه القصير. راح المستشفى لقى في نقص في الادويه. قال لي ماذا لا يتم الابلاغ بالنقص ده حالا الادويه تنزل لان ما كانش في عجز في الادويه. الادويه موجوده وفي كفر لكن الشيخ اعتقد لما زعل من وكيل الوزاره أو للامانه لانه الحقيقه كل اللي بيصل للمركزيه كل اللي بيصل للمركزيه انه كل حاجه. يعني حضرتك بتقول ان كان لازم هيئه المستشفيات تبدا الاول. كان لازم هيئه المستشفيات تبدا الاول تقول لي ايه النقص هنا ايه ونقص هنا ايه والنقص هنا اللي هي اللي هتقدم الخدمه اللي هي هتقدم الخدمه قبلها على الاقل ب6-7 شهور قبل ما اخش. الملاحظه الثانيه انه مين هيعتمد لي الجوده والرقابه والاعتماد النهارده للمستشفى؟ يعني مين هيقول لي الهيئه؟ ما فيش هيئه. في هيئه للجوده. في هيئه للجوده. لا هتشكلها لسه. يا فندم يا فندم انا بقول اللي هيقول دلوقتي يا جماعه مش يعني انا بقول ان انا هشغل التامين الصحي بعد 6 شهور من صدور القانون. حلو قوي. هتكون لسه هيئه الجوده ما تكونتش ما تشكلتش مش معروف مين اللي فيها. ده حقيقي. طبعا هو المفروض انها ان دلوقتي احنا هنعمل اللائحه التنفيذيه للثلاث هيئات. هيتم تعيين الناس اللي فيها وهيتم اللائحه وضع اللائحه التنفيذيه. ثانيه واحده يا فندم انتوا زي حضرتك كده واحد هيسكن واحد في بيت هو لازم يبني البيت الاول. طبعا. اما احنا بانيين بيت بس هنحط المحاره بقى وهندهن وهنبيض هيفنش الدنيا هتبقى فل بس اسكوني كده حكومه رمت القانون. لا ثانيه واحده. لا الدكتور مجدي بيقول حاجه مهمه. يعني حضرتك هو ده البرلمان اهو دخل القانون دخل البرلمان تمام
هو الدكتور بيسأل ان احنا نشتغل على البنية الاساسية دي لغاية ما نناقش القانون، يعني نبدأ دلوقتي نشكل هيئة الرعاية الصحية. طب هو احنا مش محتاج قانون على البنية، هو اليوم بنعمل اللائحة. الدكتور يعني محسن عزام والدكتورة وجيدة انور والدكتورة امينة عمالين يعملوا اللائحة وبينظموا ويكتبوا. ده مش محتاج قانون، ده محتاج قرار. لا لا ده قرار، محتاج قرار وزاري من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل هيئة الرعاية الصحية وتشكيل الجودة والرهاب. دي نقطة مهمة يا فندم، فورا يستناني لما خلص الوقت ده بقى وظيفة البرلمان يقول لهم. دكتور مجدي احنا هنتعاون مع بعض البرلمان والحكومه. تمام. ده مشروع قدمته اللجنه. تمام. حضرتك كنائب بقى في وكيل لجنه الصحه. حضرتك لا بقى مش وكيل، مش وكيل، انا عضو لجنه الصحه، كنت رئيس سابق. طيب حضرتك كعضو لجنه الصحه نجيب وزاره الصحه او الحكومه زي ما حضرتك تفضلت رئيس. تمام. الحكومه ونبدا نقول احنا هنناقش القانون يا جماعه، بس من فضلكم اشتغلوا بقرار على هذه الهيئات عشان تبقى شكلها. ده جزء مهم حضرتك جداً جداً. انا هنتظر ان حضرتك شخصيا تطالب بده. هطالب بس. طيب. في حاجه هتواجهني. الحكومه بتعرف اكتر. طيب خلينا بس نبدا بحسن النيه. لا ده انا بقول لحضرتك بمنتهى حسن النيه، الحكومه بتعرف اكتر. طيب دي بس هنطالب بيها. طيب دي ملاحظاتك دكتور. قال اثار الملاحظتين في غايه الاهميه، تحديد غير القادرين، وانا النقطه دي هماني جدا على فكره. دي مش بنواجهها، مش بنواجهها في البرلمان في قانون التامين الصحي بس، دي بنواجهها في كل القوانين. احنا واجهناها في كل الاستثمار، جالنا القانون وما اتشكلتش ولا اللائحه طلعت ولا خريطه استثماريه طلعت. وبعد كده 3 4 شهور وفين نفس المواجهه. ملاحظات حضرتك وفقا لحضرتك سمعت. هو طبعا انا مقتنع بكلام دكتور هنا، كلام الدكتور قاله كله انا مقتنع بيه. طبعا التشكيل، انا بس في نقطه اتجاه الحكومه. اولا انا قانون التامين الصحي ده اقل ابسط حاجه نديها للمواطن البسيط. طيب. ده اقل وابسط حاجه. واذا احنا ما فيش امكانيات ماديه نستطيع الاقتراض من اجل المواطن البسيط عشان نعالجه، ده حاجه بس هي النقطه. احنا مش نختارت، ما انا بقى عشان نقدم حاجه. احنا مقترضين 3.2 مليار. يعني لما نيجي نقترض 100 مليار بس انا مش عارف الكام. انا سمعت 100 مليار وسمعت 140 مليار وسمعت 200 مليار. انت قبل الهوا انك شغال على الموضوع ده، هجيبك الاسبوع الجاي تقول لي عملت ايه. فانا بقول يعني انا ما سمعتش رقم محدد للتامين الصحي. فهم طبعا لما بدأوا بخمس مدن، الخمس مدن اللي هم بدأوهم اساسا دول بعيد عن خط الفقر تماما. اللي هم ايه يا دكتور بقى الخمس محافظات؟ السويس والاسماعيليه وبورسعيد والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء. لما نيجي نمسك الاحصائيه الدول يعني انا كنت متوقعه تبداوا بسوهاج. ما انا بقول لحضرتك الشرقيه فندم، الشرقيه كفر الشيخ. لا لا الاكثر، لا انا بتكلم على اسوأ خدمه صحيه. لا لا ما بتكلمش على الاسوأ، الاكثر فقرا 57.8% في المية. الوجه القبلي كله. لا احنا عندنا سوهاج اسيوط. لا لا يا فندم، لا 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 انا مواجه قبلي مش المنيا. لا ما قلتش المنيا، انا قلت واجه قبلي. لا يا فندم المدن الكلية. احنا عندنا سوهاج هي الاعلى واسيوط. طب انا بقول لك 57 طبقا للجهاز التعبير العام 57.8% واجه قبلي. واجه قبلي بقى انا ما حددتش مدينه. لا هو يمكن 21% واجه بحري وال 12% الكلام الباقي. طيب انا هسمع من الدكتور المبررات الخاصه، لان دي مش اول مره يتم اعتماد هذه المحافظات في كل تجارب الحكومه في التطبيق. دي محافظات، المشروع ده مشروع كبير ومشروع شامل ومشروع مكلف. فالمحافظات دي محافظات صغيره. ايوه. وعشان نعمل تجربه والتجربه تنجح بنبدا ب المحافظات اللي ممكن تطبق فيها مشروع التامين الصحي الشامل بسهوله. ده هو راي الراي التطبيقي بتاع اللجنه واللي استقر عليها اللجنه. انا بشكل، انا بمثل حزب الوفد في اللجنه دي. انا كان ليا راي مختلف بالنسبه لتطبيق التامين الصحي محافظات، بس انا ملتزم، انا بمثل اللجنه فادبيا وسياسيا. انا مقتنع بالبدايه. فانا ملتزم. رايك يا دكتور الشخصي؟ انا رايي انه احنا ان مصر في الفتره اللي فاتت دي على بناء، احنا كنا محتاجين نبني بنيه اساسيه ونلغي الدعم وكل القرارات الاقتصاديه اللي اتعملت دي كنا محتاجينها للمستقبل. فدي شكلت عبء على المواطن في خلال الاربع سنين اللي فاتوا. الاربع سنين الجايين دول واحنا بنبداهم عايزين المواطن يحس بتحسن. فعشان يحس بتحسن اول حاجه ممكن يحس بيها ايه؟ الصحه. يوم يحس بالصحه في ايه؟ انه لما يتزنق في عنايه مركزه، محتاج عنايه مركزه، محتاج حضانه، محتاج عمليه كبيره، محتاج علاج كيماوي الى اخره، يلاقي الدنيا البلد سنده فيها. يعني انا عندي عيانه مدخلها عشان اعمل لها عمليه بعد 3 ايام قعدت بس عايزه تتظبط، ظبطتها في العنايه المركزه وما ناس مش اغنيه قوي، لقيت فاتورتها والراجل جاي يقول لي يا بيه انا فاتورتي بقت 7000 جنيه. فده غير ده دول حالتهم تعبانه وفاتورتها 7000. وفي بقى اللي بيقعدوا يخش 20000 و30000. ده في واحد صاحبي حفيد الخديوي اسماعيل، فاخته قعدت في العنايه المركزه في احدى المستشفيات، كانت فاتوره نص مليون جنيه، فلقيته جاي بيقول لي نبي ممكن تعمل لي علاج على حساب الدوله. قلت له يا ابني ده انت حفيد الخديوي اسماعيل. فعشان كده
لابد ان لازم الحد يسند الناس. فكانت فكرتي احنا كنا عملنا في داخل, هو القانون ممتاز تطبيقه هو اللي محتاج. فاحنا كنا في داخل اللجنه, كانوا كلفوني مع الاستاذ الدكتور سمير فريد الله يرحمه والدكتور طارق الغزالي والتامين الصحي وبتوع الماليه, ان انا اعمل قائمه التسعير وتسعير استرشادي. يعني بنحط لكل مثلا في الجراحه جيم التخصص وحده اسمها جيم, يعني نقول مثلا النهارده الجيم في الجراحه 500 جنيه مثلا. فاللجنه ده اللي 500 جنيه دول بتوع ايه؟ ما انا هحاول هفهمك اهو. وحده الجراحه جيم, الجيم دي قيمتها 500 جنيه, فدي بتقولها اللجنه الاكتواريه حسب الحاله الاقتصاديه بتاعت البلد. بتجتمع اللجنه العلميه بتقول مثلا عمليه القلب المفتوح 100 جيم, واخد بال حضرتك, يبقى 100 في 500 مثلا يعني ب 50,000. بتقول ان عمليه الورم في المخ 30 جيم, عمليه ما اعرفش وهكذا, لها ارقام, ودي معموله في الدنيا كلها. فاحنا بنقول في الفتره الاولانيه بدل ما بنطبقها محافظه محافظه بنطبقها من فوق لتحت. فهنقول انه ما هو كل ما هو فوق مثلا 80 جيم يتغطى كليه حسب مزياناتنا وحسب حالاتنا الاقتصاديه والدراسه الاكتواريه. يبقى المواطن لما يجي يتزنق في عنايه مركزه يلاقي حد سنده على مستوى الجمهوريه. وبعدين بعد كل شويه نبدا ننزل. طب اللي ومناسبه من 50 ل 80 جيم يتغطى 70%, والكلام ده انا مش بألفه, ده في اوروبا والعالم كله. ولحد ما يجي تحت 30 جيم ما يتغطاش. طيب اللي ما يتغطوش دول نعمل فيهم ايه؟ هنا بقى عشان كده احنا قلنا اجباري, اصل كان في اما بنقول يعني حضرتك هكملها بس عشان ما يحصلش لخبطه. فقلنا طب الناس مين اللي يغطي الباقي؟ اللي يغطي الباقي التامين الصحي الخاص يخش فيها, الجمعيات الاهليه. انت عندك كميات العمليات القلب المفتوح اللي بتتعمل بالجمعيات الاهليه بس بطريقه غير منظمه وبطريقه ساعات. لا انا عايز افهم بس الفكره, حضرتك عايز دلوقتي تشوف مين اللي محتاج بسرعه تروح له؟ لا, انت مثلا دخلتي واحد محتاج قلب مفتوح وهو أيوة. عنده تامين صحي. القلب المفتوح ده كام جيم؟ 100 جيم بس. هو ده 100 جيم, يبقى ده 100 جيم بيتغطى كلياته. واحد جه مثلا محتاج يعمل مراره بالمنظار ما اعرفش ايه, دي طلعت 50 جيم, يبقى دي بتتغطى مثلا 60%, يبقى بيتغطى 60%, والباقي يا اما هو بيدفعه يا اما التامين الصحي بيدفعه, التامين الخاص بيدفعه, يا اما الجمعيات الاهليه بتدفعه, يا اما غير القادر الدولي. انا عندي مشكله. طيب بعيدا عن هذه التفاصيل, حضرتك فهمتي الوجهه؟ انا عندي مشكله معينه. ونفضل كل شويه ننزل انا مع فقر ومرض, الاثنين مع بعض كارثتين. فقر ومرض, مفيش اكتر من كده. طيب انا عايزه دلوقتي, لا انا عارفه اوصل للفقير اديله معاشات واساعده واوفر له فرصه عمل واحسن له دخله, ولا عارفه اعالجه, طب اديله حاجه. طب هو ده اللي انا بقوله لحضرتك. يعني اللي انا بقوله لحضرتك هو إن أنا عايز كلامك مظبوط. هي مشكله حصر الفقراء. أيوة. بشكل فعال ازاي دلوقتي الحكومه مش قادره توصل لحصر شامل للفقراء بتاعها. عارفه بفعلها. بس مش قادره توصل لهم اجتماعيا بفلوس. لكن هي عارفه هم مين. انما هي طبعًا. توصل لهم ازاي وتقيدهم ازاي؟ يعني ما هو انا اللي انا بقوله لحضرتك ده, دي طريقه احنا بقولها. في كان في طريقتين لحساب المرحله الانتقاليه, اما طريقه محافظه محافظه. أيوة بس المحافظات دي انا عندي انا وانا بفكر كمواطنه, هل المحافظات دي كانت الاكثر احتياجا ان انا اوصل لها؟ لا, احنا بناخد المحافظه اللي اسهل. ليا وجهه نظر في الحكايه دي. اتفضل. البدء بمحافظه ومحافظه ده ممكن يتعمل لما نكون بنبدا مشروع قانون تامين صحي جديد خالص من زيرو. يعني ما عندناش في مصر حاجه اسمها تامين صحي خالص, فابدا اخدها محافظه محافظه, ممكن ابدا بيها. لكن انا الحقيقه في مصر ما بداتش كده, انا بدات فئات. يعني بدات العاملين, وبعدين بعد كده طلبه المدارس, وبعدين بعد كده ودي ممكن وسيله, وبعدين بعد كده دخلت في الفلاحين, وبعدين بعد كده المراه المعيله, وبعدين دخلت بعد كده ممكن تتابع. بس المهم على مستوى المحافظات كلها. يا ريت الفكره دي توصل, لان دي الحقيقه انا تعباني نفسيا. انا عندي 58% متغطيين تامين صحي البسيط بتاعنا ده اللي شغال. 58% من السكان اللي احنا مش راضيين عنه. اللي احنا مش راضيين عنه خالص. 60 مليون نسمه. بس بعد اذن حضرتك من غير اقطع كلام حضرتك, يعني عشان الواحد يبقى منصف, التأمين الصحي بيعمل دور كبير جدا. التأمين الصحي الحالي ما حدش يظلمه, لان انت ما بتحسيش بيه لما بتروحي تاخدي باللاسيد خميره حديد في لكن بالعمليات لما تروحي تاخدي باللاسيد وقطن حاجه لكن يوم ما بتحتاجي عمليه احنا قعدنا وانا كنا كانوا ايام زمان ايام الدكتور سمير الضيع كانوا بيبعتوا لنا العينين بنعملها في احسن مستشفيات على حساب التأمين الصحي. زرع القوقعه بيكلف 50 70,000 جنيه العلاج الكيماوي. انا لسه ديك النهار شايف عيان كنت طبعا بياخد علاج كيماوي. قلت له يا عم انت ده انا هزيد على حضرتك حاجه. هزيد على حضرتك حاجه مهمه جدا جدا, ان التامين الصحي اللي بيغطي 60 مليون مواطن
بياخد 11 مليار السنه دي، كان بياخد 8 وشويه، بياخد 11 و200 دلوقتي بياخد 11 مليار و200 الف جنيه، 11 مليار و200 الف جنيه وبيعمل بيهم كل حاجه، وبيعمل بيهم كل حاجه. الجزئيه دي مهمه جدا وبيعمل بيهم كل حاجه. طيب يعني احنا قاطعين شوط كامل، ده اللي عايزه أنا لا ده ده بص حضرتك انت انت بالظبط كان عندك قرشين عايزه تضيعهم بالظبط. خلينا اجيب كلامي واضح. انا عندي ال 60 مليون وهيئه موجوده، هعمل قانوني الرائع اللي حضراتكم تعبتوا فيه وعملتوه، ده قانون رائع جدا وهطبقه على تطبيقه صعب تمام، وهطبقه على الهيئه، يعني الزم الناس بال 4%، الزم الناس بمش كل اللي كل القانون يتطبق، بس هبدا بقى اخد ال 58% المؤمن عليهم دول النيوكلس بتاعتي الاساس بتاعي، وعندي 25% او 30% غير قادرين، هاخد ال 6 مليار بتاعتهم و300 الف جنيه اللي هم 3 مليار بتوع الغير نفقه الدوله وال 3 مليار الغير قادرين علاج الغير قادرين، احطهم كلهم مع ال 11 تمام. تعال اذا كنا بنتكلم اقتصاديا بقى احضرني حضرتك لان دي المصدر الرئيسي للتمويل في التامين الصحي ايه؟ اشتراكات الناس من الاشتراكات. في اي خلاف على كده؟ لا جميل. انا عايز اطور هاجي اخد 3% سكان من سكان مصر اللي هم بتوع الخمس محافظات دول، 3% بالظبط 3 مليون، واخد منهم اشتراكات، لان مش ممكن هاخد مني في الشرقيه ولا في الدقهليه ولا في المنوفيه من غير ما اطبق عليه تمام. يبقى هاخد من 3 مليون قول الافريج، وان كان هيبقى اعلى من كده بكتير، 200 جنيه متوسط 200 جنيه هو 1000 جنيه في السنه، حاسبينها 1000 جنيه في السنه تمام. لا اللي هاخده اللي هاخده هيبقى اشتراك المواطن 1000 جنيه في السنه. جميل جميل. خلينا اضرب لي اضرب لي انت بقى، خليني دي اللي انا لخبطت، خلينا اكمل الفكره والنبي عشان الفكره دي طب نشوف ده فيري فيري الفكره دي مهمه جدا. خدت من 3 مليون ضربتهم في 1000 يبقى كام؟ 3 مليون في 1000 هتخش في 300 كام؟ 3 مليار. لا تجيب 3 مليار؟ 3 مليون في 1000. طيب خدت بقى 3 مليار، يبقى ال 3 مليار دول هشتغل بيهم لتنميه الايه؟ الخمس محافظات دول. طب انا خدت من ال 60 مليون اللي موجودين 1000. 3 مليار. ال 60 مليون في 1000 بقوا كام؟ هتخش 60 مليار. يبقى انا لما يبقى عندي 60 مليار وانا عايش ب 11 مليار بصرفهم على 60 مليون ويجي لي 60 مليار هعمل فيهم ايه؟ ده انا ادي لهيئه التامين الصحي الحاليه 40 مليار واتحدى ان ما قدمتش خدمه. الكلام اللي كان بيقوله الدكتور عبد الرحمن السائل يا فندم يا جماعه ده منطق. استنوا بس عشان المشاهد اتلخبط. احنا دلوقتي عندنا مبلغ معين اللي هو المبلغ الخاص بالتامين الحالي 11 مليار. 11 مليار جميل. حضرتك عايز 11 مليار هو الدكتور عايز ايه؟ الدكتور عايز يطبق اللي انتوا هتعملوه على الرقم ده بالزبط. وبالتالي هيبقى عنده موارد يشتغل على كل الناس. دي النقطه اللي انا برضه الدكتور عبد الرحمن السائل يعني يا جماعه هقول بس حاجه احنا لو قلنا هقول حاجه ان الناس اللي بالفعل موجوده في التامين الصحي دلوقتي هي دي اللي نطبق عليها النظام الجديد، فناخد منها ده عشان باجمالي ده نحسن. لا بس انا مش هعمل كده، ده انا فجاه بقرار سياسي بكره قرار سياسي ضم الغير قادرين جميعا لهيئه التامين الصحي الجديده، وانا مطمن عندي موارد طيب. بقى عندي عارفه حضرتك كم متامن عليهم 83 احنا لو شلنا في يوم واحد طيب. لو شلنا 40 مليون لو شلنا 40 مليون غير قادرين اسمح لي عشان عايز اسمع الارقام تفصيلا من حضرتك لان اللجنه الاقتصاديه التمويل في المشروع ده مهم. هنا كنت عايز ادي حضرتك مثلا صغير الناس اللي على التليفون بس وهوعد حضرتك عشان بس تساؤلاتهم تبقى مطروحه معانا على الطاول. استاذ عزت من القاهره واستاذ عمرو مساء الخير يا استاذ عزت. مساء الخير استاذ رشا، تحياتي لحضرتك. تحياتي يا فندم. مهم جدا وما يتاخدش سطحيا، لازم ندخل في التفاصيل عشان نبقى عارفين. نسمع المشاهدين يا ساده، اتفضل يا فندم. اولا انا ليه حضرتك ملاحظه على الدكتور اللي هو كان مشارك في الوضع او في اللجنه؟ الدكتور محمد نصر. دكتور محمد نصر وهو كان في حزب الوفد، يعني ما هوش مع الحكومه او مع السلطه او حاجه، فده يبقى بيتكلم حيادي. أنا ليه اعتراض على مستوى الجودة؟ لا، هنفصل الجودة اللي على قدنا. هل النهاردة هنضحي بسلامة المرضى علشان نتساهل في الجودة؟ لا أقدر أرد عليه. لا يمكن. ثانية واحدة يا أستاذ عزت عشان نقطة نرد عليها. لا لا دي ما أقدرش. لا لا ما فيش تضحية في سلامة المرضى خالص. تمام. هو يعني النهاردة دلوقتي لازم يبقى في جودة اللي هي تبقى على الأقل البيزك اللي هي أنا ده اللي قلناه يا أستاذ عزت. البيزك كلها هو بس قال ما تستنوش يعني تأمين صحي زي اللي في أمريكا، هو قصده كده يعني. طيب هو النهارده مش عايز في أمريكا تبقى زي في أمريكا اللاتينية؟
في دول في امريكا اللاتينيه بتاخد اشتراكات بس وتقريبا 7% وبتوع امريكا بيروحوا يتعالجوا هناك. طيب ما بيدفعوش وما بيدفعوش اسهامات. ايوه مطلوبه منهم ان هم لما يجوا يكشفوا يدوا للاخصائي ويدوا الاستشاري ويدوا ويجيبوا الادويه ويجيبوا المستلزمات الطبيه وكل حاجه. حاجه يعني ده كلام مظبوط. تمام يا استاذ عز. كلام منطقي. طيب شكرا استاذ عزت. ناخد مين؟ الاستاذ سيد من القاهره. اتفضل يا استاذ سيد. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. والله يا دكتور رشا انا بقالي بتاع حوالي بتاع 15 يوم دلوقتي بدور على ازازه دواء بوتاسيوم شراب مكمل غذائي للقلب. مش لاقيها خالص في اي حته ولا في اي صيدليه ولا في اي مكان في مصر. طيب سيب لي تليفون حضرتك يا استاذ سيد. سيب لي تليفون حضرتك واسم الدواء اللي حضرتك عايزه. ممكن زمايلي لو سمحت. دي من ضمن النقاط اللي في القانون برضه. يعني هو مش لاقيين الادويه. لا مفيش ادويه. مفيش ادويه. طب سيب لي حضرتك رقم تليفونك يا فندم. لا وان الناس بتدفع ثمن الدواء وثمن المستلزمات وثمن كل حاجه. يعني في ناس بتدخل التامين الصحي وتجيب مساهمات. في مساهمات. المثل اللي كنت قلت لحضرتك لسه الاسبوع اللي فات في عيان انا كنت عامل له اورتك يعني عنده انشطار في الاورطه اتعامله من حوالي سنه 99 جاي الايام دي وعنده انشطار في الاورطه اللي في البطن. انا كنت عملته الاورطه اللي طالعه من القلب كان جاي له في انشطار في البطن. عشان تعملي الانشطار اللي في البطن دي بتحطي له انبوبه زي دعامه كده دي ثمنها حوالي 180,000 جنيه ده الحالي. فانا وهو عنده تامين صحي فانا بعته للتامين الصحي من غير اي واسطه ولا محسوبيه ولا حاجه ياخد البتاع. ففعلا اللي ردوا عليه حولوه للجنه ولقيته رجع لي بيقول لي انا خلاص قول لي هعمل ايه وهيعملوها له. فده بقول لك انه التامين الصحي في وقت الازمات بيخدم. لكن الحاجات البسيطه هي لكن انت ما بتحسيش بيه لما تروحي في العيادات وتاخدي باللاسيد خميره حديد وبتاعها وحتشتكي في العمليات او الحاجات الحالات الحرجه في وقت. وهو ده اللي انا عايز اقوله ان المواطن لازم يحس ان الدوله معاه في ازماته. بس انا كلمه واحده عايز اقولها للاستاذ اللي اتكلم على انا عمري ما قلت. لكن احنا عندنا في حته فشخره في الايه في المستهلكات. احنا مثلا من ضمن الحاجات احنا كنا عاملين بحث في معهد القلب على اننا بنعيد تعقيم الكانيولات وبنشتغل بيها. وانا ايام ما كنت رئيس الاقسام كنا بنعمل 14 قلب مفتوح في اليوم. دلوقتي يقول لك احنا لازم نعمل زي بره ما نعقمهمش. احنا عملنا ابحاث بنعدم كل ما هو فيه فيروسات اي حد مريض عنده فيروسات الى اخره. بقيت الكانيولات كنا بنعقمها لان احنا داخلين على ايره. انا كمواطن هتحدث بلسان المواطن هنا بقى. انا مش ضامنه ان كفاءه التعقيم هتبقى في كل المستويات. لا انا بكلمك فممكن نحل مصيبه جينا مصيبه ثانيه. انا بقول لحضرتك الحاجات احنا ليل ونهار شغالين بيها. انا بقول لحضرتك انا طيب خلينا اللي انا بقصده ان احنا بندور احنا عاملين ابحاث على مستوى عالي وعلى على مستوى عالي. بس في نفس الوقت لابد وظيفتنا كمدرسين وكباحثين وكممارسين ان احنا نكيف التقنيه على ظروفنا. طيب احنا دكتور عشان معانا متفرات ومعانا رسائل على الصفحه. استاذ عبد الباقي من اسكندريه اتفضل يا استاذ عبد الباقي. فندم احنا ممكن مشكله الفقر الفقراء في مصر نحصرهم سهل جدا. عن طريق الجمعيات الخيريه. عن طريق ايه يا فندم؟ الجمعيات الخيريه. احنا عندنا 50,000 جمعيه صح في على مستوى الجمهوريه. تمام؟ كل منطقه فيها لا يقل كل منطقه فيها لا يقل عن 5-6 جمعيات. صح. تمام؟ صح. عندك حق وده وزاره التضامن بتعتمد عليه. ده انا وعيدك 100% طبعا. اقتراح يا فندم انا بقدم اقتراح للوزير ازاي نحل مشكله الفقر والبطاله وللاسف ما حدش بص عليه للاسف. طيب ابعتوا لنا يا فندم واحنا هنبص عليه. طيب استاذ لا ده كلامه ده مهم لان هو ده اللي التكميل لو حبينا نطبقه تدريجي الجمعيات الاهليه. شلتوا خدمات تنظيم الاسره من القانون؟ لا ده لسه انت لو ده انا بس انت عاملين لي كابت لسه انتوا كابتن. لا احنا هنتكلم احنا كل ده وكابتن. طيب معانا مين يا جماعه؟ معانا مين؟ استاذ احمد من السويس. السويس المحظوظه اللي هيتطبق فيها مشروع التامين الصحي في الاول. استاذ احمد اتفضل. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. ده كلام معين. والله استاذ رشا انا بكلم حضرتك انا بقالي سنتين طالع على المعاش. اي فندم. تمام؟ اي وانا لغايه دلوقتي ما رحتش التامين الصحي في بالنسبه للي هو اللي قدام اللي هو اللي هو في التامين الصحي اللي في السويس. تمام؟ لا تخشي سعادتك عايزه تطرشي من جوه يعني بكلم حضرتك والله هتطرشي ولا دخلت بقالي سنتين والسنان تقرفي جوه من القرف واللي جوه التامين الصحي حضرتك. انا والله ما روحته الا مره واحده ورجعت على طول بقالي سنتين طالع معاش.
يا ريت حتى حد زياره حد يشوف التامين الصحي. ما هو عشان كده هيبقى في هيئه للرعايه وهيئه لمراقبه الجوده عشان نتاكد ان الخدمه كويسه جدا. دي ملاحظات مهمه. معانا مين يا جماعه؟ الو استاذ احمد. اتفضل استاذ احمد الاهليه. اتفضل يا استاذ احمد. السلام عليكم استاذ رشا. عليكم السلام يا فندم. انا عاوز اسال سؤال بالنسبه لاصحاب الاعمال المنسيين اللي هم ما لهمش في التامين الصحي خالص. لا دول موجودين. انا فاتح ورشه نجاره مثلا ومرد على المعاش الوقت. يعني انا فاتح ورشه نجاره مشروع يعني عمل خاص وانا على المعاش الوقت. طب اثناء العمل ما بناخدش تامين صحي. طب في المعاش مش هناخد تامين صحي. طب احنا موقفنا ايه في الدولة؟ هجاوب على السؤال ده. موجودة. موجودين. موجودين. طيب اطمن يا استاذ احمد. دي فلاحة تنفيذية. ده دي من ضمن الاعمال الحرة الاعمال الحرة والاعمال الغير منتظمة. هاي اللي هو القطاع غير الرسمي. كل القطاع غير الرسمي هيك. بالظبط. استاذ امام من الايوبية. اتفضل يا استاذ امام. اهلا استاذ رشا. اهلا وسهلا يا فندم. مساء الخير عليك وعلى ضيوفك. اهلا وسهلا. انا عندي ابن بنتي مولود طفل دلوقتي عنده داخل في 40 يوم. الأرثوجون بتاع الصفرة غير موجود وحقنة الدرن غير موجودة. الإيه إيه مش موجودة؟ الأدوية اللي مش موجودة إيه؟ حاجة بتاعت الصفرة. الأرثوجون بتاع الصفرة اللي بترفع الصفرة على الطفل مش موجودة في الصيدليات. لفين عليها جوه النص العربية مش موجودة. مش موجودة في المستشفيات؟ في جميع الصيدليات اللي في جمهورية مصر العربية. قالوا دي ما بتنزلش بقالها دلوقتي حوالي طيب. سنه او سنتين. طب سيب لنا رقم تليفون حضرتك برضه هنحاول نتواصل مع الصح. يعني طيب احنا هناخد الدكتور صلاح سلام مقرر لجنه الصحه في المجلس القومي لحقوق الانسان. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير. اهلا استاذ رشا. مساء الخير على ضيوفك الكرام. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. اهلا وسهلا. الحقيقة أنا طبعا لا شك أنه القانون يمكن احنا راجعناه أكثر من مرة في لجنة الصحة في المجلس القومي لحقوق الإنسان، وشاركنا مرة الدكتور مجدي مرشد، وشاركنا مرة الدكتور محمد العماري ولجنة القانون. والحقيقة أنه القانون مكتوب بطريقة إلى حد ما فيها حرفية، لكن مش مهم أن احنا نكتب قانون كويس، المهم ان احنا ننفذه كويس. صح. في المرحله الاولى للقانون اتفقنا على انه 5 محافظات، فعشان انا اشوف مدى جديه التطبيق رحت شفت مستشفيات بورسعيد اللي هي هيطبق فيها المرحله الاولى من التامين الصحي. الحقيقه انه المستشفيات لا ترقى ابدا لان يطبق فيها قانون التامين الصحي. في الكلام ده الزيارة دي كانت حوالي من شهر. فإذا قلنا إن احنا هناخد 6 شهور على ما نقر القانون واللائحة التنفيذية، ربما في 6 شهور يرفع هذه الكفاءة، يعني باستثناء المستشفى العام عشان أبقى منصف، إلى حد ما كانت معقولة، لكن باقي المستشفيات يعني كانت دون المستوى. فإذا كنا هنفتح المستشفيات للقطاع الخاص والقطاع وقطاع الدولة بتنافسية شديدة علشان يكون متاح لاي حد شغل. هو ده الكلام يا دكتور. هو ده الكلام. يبقى في تنافسيه لان ده في النهايه هيستفيد منه المريض. القانون نص على التنافسيه، ان انا اروح بالكارنيه اللي في جيبي للمستشفى اللي انا عايزه. بالظبط. في الحاله دي هقفل مستشفيات الدوله. في الحاله دي بالوضع اللي انا شفته هنقفل مستشفيات الدوله. دي نقطه. يبقى احنا محتاجين قبل اي حاجه نرفع كفاءه المستشفيات. انا ما بقولش ما نطبقش القانون. القانون فرصة ان احنا ندخله مجلس النواب ونناقشه ونعمله وننفذه. النقطة الثانية كان الاتفاق في القانون ان احنا الجمهورية تبقى من 6 لـ 8 سنوات على اقصى تقدير 10 سنوات. ولكني فوجئت بالسيد الوزير كما افاجئ به دائما انه يقول انه هيبقى في نهاية 2032. يعني 14 سنة من الآن. لا أنا أمال 2020 إيه؟ لا 15 سنة. 2032. أنا سمعت شفت عنوان لوزير الصحة يتعلق بالتأمين الصحي 2020. 2032. 2020 يعني. لا 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 حاجة 30 ها ممكن. لا 2032. 2032 يعني 14 سنة من الآن. وده طبعًا لم يتفق عليه مطلقًا.
لا في لجنة القانون ولا في مجلس القومي لحقوق الإنسان ولا في أي مناقشة. فدي من المفاجآت يعني الغير سارة والغير مقبولة أيضا. يعني إزاي تقول 14 سنة أن أنت هتطبق على التأمين الصحي على كل مصر؟ يعني الحقيقة يعني من يعني أنا معلش اسمح لي يا دكتور، أنا قد أقبل ذلك إذا قدرت أن أنا دلوقتي أوصل لغير القادرين، لأن بأمانة شديدة أتكلم بصراحة، في ناس كتيرة جدا قادرة في هذا المجتمع أن هي تتعالج، وبالمناسبة معلش مش هقول الكلام ده يزعل البعض، بتفضل أن هي تتعالج بره، دول هما حرين. لكن أنا اللي أنا عايزة أوصل له سريعا وما يقدرش يستحمل 15 سنة هم غير القادرين. أنا مع حضرتك تماما، لكن هو ما خصصش، هو عمم وقال إنه هيطبق على الجمهورية خلال الحالة نصل ل 2032. يعني لو فرضنا إنه شهر محافظة أسوان هتبقى في المرحلة الأخيرة، يعني هيطبق عليها سنة 2030. ما احنا بنتكلم يعني قبل ما حضرتك تدخل يعني معانا، وانا سعيدة ان حضرتك كنت بتتابع الحلقة، ان احنا بنقول لابد ان يعاد النظر في مسألة توزيع المحافظات دي. احنا عايزين الاكثر فقرا والاكثر احتياجا نبدأ بيها. كله بعيد تماما. وبعيد طبعا نبدأ كله. اتفضل يا دكتور. اختاروا الاقل عددا. بالضبط. عشان يقدر يقيم التجربة سهلة واللي هي أسهل في التنظيم عشان يقدر يقيم التجربة. لكن يعني احنا وافقنا على كده، لكن الغير موافقين عليه تماما وغير متفق عليه تماما ان انت تمد المدة لتقريبا للضعف، وده غير مقبول. واذا كنا بمنطق ان انا مش هقدر اطبق عشان انا ما عنديش الموارد الكافية، اذا فلنبدأ بالفئات الاقل واللي هي المحرومه او الفئات الضعيفه وهنطبق عليها اولا. يبقى انا هضم ال 35 مليون او ال 40 مليون اللي تحدث عنهم الدكتور محمد معيط اللي هو هيدفع لهم حصتهم من الدوله، نبدا بهم اولا، وهم دول اللي بيخشوا في نظام التامين الصحي، وما يبقاش محافظات، يبقى النظام الحالي. لا الدكتور مجدي قال فكره دلوقتي وحضرتك هو النظام هو فكره الدكتور مجدي. اللي يعني انت معايا يا دكتور صلاح؟ انا مع حضرتك. احنا دايما مع بعض يا رب في الخير ان شاء الله. يا رب. هو ده المنطقي على فكره. انا مبسوطه هنا ليست بصفه الدكتور صلاح كطبيب، ولكن انا مبسوطه بصفته في المجلس القومي لحقوق الانسان. والحقيقه ان هذا اجتهاد الحكومه، هناك دور للبرلمان وهناك دور للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهناك دور للإعلام أيضا في ضرورة مناقشة هذا القانون. وهي دي فكرة الحوار المجتمعي الحقيقي اللي احنا طول الوقت بنقولها كشعارات، لأن هذا القانون مشروع جيد، لكن ليس عيبا أن يتم إصلاح بعض النقاط فيه ليكون أكثر منفعة للمواطن. برضو احنا مش عايزين نخفي. طبعا انا عايز اشكر الدكتور صلاح سلام، بشكرك يا دكتور، سعيدة جدا ان حد بيتابع معانا الحلقة. مش عايزين نخفي برضو ان القانون لم يناقش حتى الان في البرلمان. لسه هيدخل اللجنة. عشان كده بس انا كنت عايز ممكن اقول لحضرتك نقطتين مهمين. ممكن اتفضل يا دكتور. في حاجتين مهمين. اولا في الاستاذ بيتكلم على امريكا اللاتينية. احنا لو جبنا كوبا 11 مليون، وهي امريكا الوسطى، و 11 مليون في عندهم كام عيان؟ عندهم 5.5 مليون عيان، فأي تأمين صحي هيمشي. احنا عندنا مشكلتين، ان احنا بقينا 93 مليون ل 94 مليون و104 بالمغتربين. ده مهم جدا. يعني احنا لازم عشان يطبق قانون التأمين الصحي، انا في رأيي في اربع حاجات مهمين. واحد، تنظيم النسل من هنا ل 20 سنه جايين لازم نقلل النسل لان العدد زياده. اثنين، الوقايه، وكان الدكتور سمير فياض رحمه الله عليه بيتكلم عن الوقايه، انه الاكتشاف المبكر الى اخره، عشان نقلل عدد الناس اللي هم وصلوا محتاجين لتقنيه زي ما عملنا بالنسبه للفيروس. الحاجه الثالثه هو التصنيع المحلي لكثير من المستهلكات علشان نقلل. انا شوف لسه بقول لحضرتك الانبوبه دي الادويه. الثلاث حاجات دول هما الاساسيه، الوقايه زائد التصنيع المحلي زائد التحديد لتنظيم النسل، هما دي اللي هتسمح لنا ان احنا نقدم تامين صحي. لكن غير، ولازم الناس تعرف ان دي مشكله كبيره، ودي اللي مشكله اللي عندنا. انت عندك في مصر دلوقتي كل ما واحد يعطس مراته بتحبل، مش كده ولا ايه؟ طيب انا عندي بس مشكله دلوقتي. الفكره اللي بيقولها الدكتور مجدي مرشد، لان دي فكره مهمه جدا، هي دي انا بايدها الفكره دي. الفكره ان احنا عندنا اشتراكات حاليه وعندنا منظومه موجوده دلوقتي. ماذا لو
طبقنا نظام الاشتراك الجديد على المنظومة الحالية. الدكتور بيقول وفقا للفكرة دي والرقم أذهلني أنا شخصيا إن هيبقى عندنا 60 مليون. إذا حضرتك هتقدر 60 مليون تجيب 90 مليون لا ما أنا أوصل 90 مليون على 5 سنين 6 سنين وأبقى خلصت تأمين الصحة على مصر كلها بالظبط وخلاص ورفعت مستوى فوق المصر. أنا عايزة بس يعني بعد تعويم الدولار التكلفة بعد ما كانت حوالي 150 مليار بالظبط مش مشكلة 150 هيجي معانا في سنة يا فندم 60 مليار يا فندم الرقم بيقرب. طب هناخد بس متخيلين لأن أنا عايز وبعدين ما تنساش ان في موازنه اساسا بتبقى خارجه لوزاره الصحه دي قبل ما تضيع مننا. حضرتك لو بدات بالطريقه اللي بتتقال دي يبقى انا هعمل 900 الف مواطن غير قادر في المرحله الاولى. هما دول اللي انا عايزاه. ما انا هقول لحضرتك لو عملت كده لو عملت بقى ال 60 مليار وخليت قرار سياسي بضم كده هضم 25 مليون في يوم. انا عايز هنا همشي بقى 900 الف انا عايز اتكلم بس في نقطه سياده النادي يعني مليون في مليون يمكن الناس تختلف معايا فيها. فكرة تأمين صحي شامل للجميع هي فكرة كويسة جدا طبعا. الحقيقة بس أنا معلش هكون منحازة شوية أنا عايزة تأمين صحي سريع لغير القادر لأني هقولك حاجة بأمان القادرين في بعض الأحيان ما بيستخدموش خدمات الصحة اللي موجودة في مصر أكيد. حتى في أحسن المستشفيات بتاعتها وبيلجأوا لبره دول ما يشغلوناش قوي طبعا ربنا يديهم الصحه وكل حاجه وحق لهم بس على فكره القادرين برضو عندهم مشاكل في يعني مثلا غرف رعايه مركزه قادرين مش قادرين مش موجوده في مصر كلها طب انا بس عايز اوصل لغير أوكي. القادرين ازاي نقدر نوصل لغير القادرين هو ده السؤال في هو الحصر اللي عامله جهاز التعبئه العام والاحصاء وصل لهم 35% دول اللي هم من المواطنين طبعا هو وصل لهم وموجودين لكن هي الحكومه هل عندها اتجاه انها تطبق الجانب نبدا بال 35% دول اللي هم يستحقوا فعلا اللي هم تحت خط الفقر ونبدا ندعمهم بهذه الاشتراكات وتزيد الاشتراكات على هذا الاساس ده المهم جدا ده اللي المفترض يطبق احنا لو عملنا ال 60 مليون هيجيب معانا 60 مليار نقدر نغطي الجانب ده مع الموازنه اللي بتطلع المفترض 3% من الناتج المحلي للصحه ما هو انت برضه دول لازم ما نخفلهمش لازم ده ناخد منهم جزء على 20 مليار انا دلوقتي عندي مستشفيات متهالكه محتاج لها فلوس عندي ادويه ناقصه محتاج لها فلوس عندي اجهزه ناقصه كتيره جدا لها فلوس عندي حاجه عندي نقطه عندي عجز في التمريض عندي عجز في الدكاتره طبعا. عندي مرتبات عايزه تتغير كل ده لابد ان القانون يتطرق له رسائل فيها اختلافات في ناس بتقول مش عايزين تامين صحي في المستشفيات الحكوميه عايزين تامين صحي في القطاع الخاص طبعا. في ناس بتقول ايه ايه وضع المؤسسات الطبيه الخاصه اللي تم بيعها لشركتين متعدده الجنسيات ابراج الاندلسيه سيكون التعامل معاهم ايه في الخارج التامين الصحي يتم في المستشفيات الحكوميه التعامل مع هاتين الشركتين في منتهى الخطورة لحيثيات كثيرة ده رسالة من الدكتورة مها جعفر أستاذ دكتور بالقصر العيني في حد تاني بيقول ست ذوق قوي يا جماعة لو رقم الدكتورة مها جعفر موجود معانا على الصفحة تتواصل معانا تتفضل في كمان حد بيقول أنا ابني عنده مرض مزمن وبتر فوق الركبة بالساق اليسرى وعراك غير متوفر يتعلق بسيولة في الدم والدكاترة مش حاسين بينا خالص في التأمين الصحي البعض بيشكو ايضا من عدم توفر الادويه لو تليفون موجود نخليهم يحتمل طيب التليفون موجود يا دكتور هبعته لحضرتك حالا طيب الدكتور هيساعدنا في المساله دي فيما يتعلق في نقص الادويه الغير موجوده كمان حد بيقول ان البنسلين كان في السوق السوداء ب 12 جنيه دلوقتي بيتباع ب 160 جنيه ومش متوفر في المستشفيات بيسربوها البعض والقرايبهم في المستشفيات الحكومي في المانيا مساله الرقابه على المستشفيات طيب في ضوء الافكار اللي طرحها الساده النواب ما امكانيه هذا الامر يعني هل الخيار الخاص بتطوير المنظومه الحاليه وزياده الاشتراكات الحاليه لم يطرح اثناء نقاشات حضراتكم هو دي الاساس ما هو ده هو زياده الاشتراكات دي مش لا اول بدات حديث لا انا بدات يعني تنميه يعني النظام الحالي يعني في نقطه بس يا دكتور اللي في اللجنه اللي كانوا رؤساء التامين الصحي السابقين الدكتور عبد الرحمن الساء والدكتور محسن عزام ومعاه كان رايهم كده هو اللي انا عايز اقوله انه ما فيش حاجه مطلقه يعني ده هتخش مجلس الشعب وهيبقى في حوار وهيبقى في اخذ وعطى حتى نصل الى توافق تام على اصلا على حاجه يا دكتور واحنا قاعدين على الطاوله الان انا طول الوقت في ذهني ان في مشكله كبيره تتعلق في مشروع التامين الصحي بفكره التمويل يا سياده النائب وان مش بس التمويل استدامه التمويل استدامه مش هعالج دلوقتي وبعد كده اسيبه واتحليناها يا فندم ما هو بالظبط اهميه الفكره اللي بيقولها دكتور سياده النائب دلوقتي دكتور مجدي انها توفر لنا تمويل
وبالتالي هتحل شويه من ازمه التمويل اللي احنا قلقانين منها. هتحل خالص تقريبا. لماذا لا نفعل؟ هي هتحل نسبه كبيره يعني. احنا المفترض عندنا 3% من الناتج المحلي ميزانيه موازنه الصحه كل سنه وجنها. يعني بنتكلم في 120 130 مليار سنويا. ما هو انت بس انت عارف الموازنه فيها ماشي ايه؟ بس انت اكتر واحد عارف. بس انا بقول لك يعني الموازنه دلوقتي لا انا بقول لك دول يعني اوريدي مبلغ مفترض انه يخش معايا. الدكتور هيزعل منك يقول لك ايه الاحلام الخياليه بتوعك. لا 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 بس انا يا دكتور في نقطه عايز اعرفها بس معلش. انتوا قايلين في القانون حد ادنى 1000 جنيه للمواطن وحد اقصى 4000. يعني ممكن ده احنا لو بنتكلم ان في 10 مليون مواطن هيدفعوا 4000 بتتكلم في 40 مليار لوحدهم. لا ده اللي هيتصرف. ده متوسط اللي هيتصرف كده مش كعلاج كعلاج. لا متوسط اللي هيتصرف. لا 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 اصل افرض مثلا واحد دخله كبير. لا انا مبسوطه النهارده من حاجه قالها دكتور نصر. دكتور نصر قال حاجه قال ان احنا عملنا مشروع يعني ادلينا بدلونا اجتهدنا. هذا المشروع سيسلم لكم في البرلمان وانتم من ستقترحون وتعدلون وتناقشون وتجيبوا اللجنه وتجيبوا وزير الصحه وكله قابل للحوار وكله قابل للتطوير. انه ما هي دي واحنا اعتقد انه يعني شوف لما كنا نتكلم مع بعض احنا اعتقد ان احنا متحضرين كفايه ان احنا نقدر نطور نفسنا ونتقبل الراي الاخر. بس هي القضيه بقى يا فندم بصراحه بس هو الموضوع صعب. انت عارفه حضرتك احنا داخلين على ايرا. عشان كده لما قلت لحضرتك على تعداد السكان والوقاية إلى آخره احنا داخلين على إيرا تكلفة العلاج أصبحت غالية جدا والمصانع والصناعة العالمية بتزق الدكاترة انهم يستهلكوا اكتر فاكتر. لو انا بتكلم عن اعادة التعقيم الى اخره. فانت متخيلة ان احنا كنا بنحط الصمام ب 5000 جنيه الصمام في القلب دلوقتي بنحطه ب 10000 جنيه. الصمامات الجديدة اللي هي البشرية اللي ما بتاخدش دواء شهودة ب 25000 جنيه. حضرتك بتتكلم في مفهوم اقتصادي سيادة النائب بقى معانا فيه كفاءة كفاءة استغلال الموارد. دي مسألة. لا انا بتكلم دي مسألة لكن انا بتكلم فظيعة. دي مسألة ملاحظة أخيرة عشان احنا وقتنا خلص. اتفضل يا انا كنت بقول ان بس مش 60 مليار دول مش مقتصرين على كده. انت عند حضرتك بقى الغرامات اللي على الحاجات وعلى السجاير واللي 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 هيبقى عندك دخل كويس قوي تقدر تشيل بيه الفقراء وتقدر تشيل بيه الغير قادرين وتقدر تنام. انا ده رايي ومصمم بس طبعا في الاخر بيبقى فوتنج. بس في النهايه لو الدوله هتلاقي موارد يعني الموارد موجوده. الموارد موجوده واعتقد كمان اولى ان احنا لو خدنا جانب كتير اقترضنا جزء نساهم بيه للمواطنين في التامين الصحي ده ما يزعلش. يعني احنا المواطنين شايفين ديون متراكمه علينا وهم ما بيستفيدوش حتى بحاجه. فلما يلاقي حتى على الاقل تامين صحي ليه والاولاد واسرته فده طبعا شيء. هي دايما نظريه بيفكروا فيها دايما وزراء الماليه او خبراء الاقتصاد فكره استدامه الموارد. بيبقى قلقان ان يدخل في تنفيذ مشروع وليس لديه ضمانات باستدامه الموارد. هي دي النقطة. لأن أنا عارفة ذاتية. ولازم كمان نضمن المواطن عنده استعداد يدفع لو لقى خدمة. لو لقى خدمة لأنه 75% من الصحة خارج من الجيش. ما هو دي نقطة يا دكتور. يعني احنا هنضمن للمواطن إنه يخش يلاقي مستشفى آدمية يلاقي أجهزة يلاقي سرير. أنا نقطة إيجابية في ده. يحسب لمشروع القانون اللي احنا بنتكلم فيه هو فتح الباب للتنافسية. يعني إيه يا جماعة تنافسية؟ لأن مسألة أن تقدم المستشفيات الحكومية مع كامل الاحترام نحن لا نقدم. لا ما حدش قال كده. المستشفيات الخاصة ومستشفيات الجيش وكل المستشفيات. هكمل. ان ده يحسب ليه بقى؟ لان لما الناس بتتنافس مستوى الخدمه بيبقى افضل. اذا لكن فكره ان حد يبقى له ميزه نسبيه على حد تاني وبيحتكر مجال تاني الاحتكار بيموت اي حاجه. ففكره القانون انه اتاح هذه المساله دي مساله في غايه نقطه برضه هامه معلش اذكرها. الاستثمار في الصحه يعني احنا ليه ما ذكرناش في القانون نقطه ان انا ممكن ادخل استثمار في الموضوع ده. ادخل مستثمر ادي له امتيازات ادي له مثلا اماكن مميزه في مقابل يعالج لي عدد معين بتامين صحي مجاني. ده متبع في الهند. يعني مثلا اقول لحضرتك حاجه برخص تراب يعني انا حسب يعني انا اجيب مستثمر اجنبي افتح الاستثمار في الصحه ادي له مكان مميز مستشفى عقار مبنى حضرتك هتاخد المكان ده وهتساهم بنسبه عدد معين من المواطنين في التامين الصحي مجرد انك تستفيد بالمكان. يعني مثلا سي انا في بالنسبه لي انا بعمل دراسه دلوقتي هناك ضمانات تقديم نفس الخدمه خدمه طبعا ما هو مستشفى استثماري لا مستشفى استثماري مستشفى استثماري معمول بيها في الهند. بقول لحضرتك انا بدي لك مستشفى بدي لك ضمانات وبدي لك خدمات وإعفاءات ضريبيه وموقع متميز في المقابل حضرتك هتقول لي مثلا 5000 فرد تعالج صحي واحنا عندنا العلاج رخيص. يعني احنا اقول لحضرتك حاجه انا فكره شغال في الموضوع ده في ايه لان انا كمان ناوي اضمه. انا دلوقتي بحصر عدد الوزارات اللي هتسيبها الحكومه وهتطلع بره العاصمه الاداريه. في مثلا موقع زي وزاره التخطيط اللي في صلاح سالم لما ترحل الاستثمار في الصحه واقول المكان ده اميز مكان في مصر
هدي لك المستشفى دي في صلاح سالم بالموقع ده بالمبنى، حضرتك تعالج لي كم مواطن قصاد ان انا هدي لك المكان ده. طيب دي افكار كلها، دي فكره الاستثمار. مهم ان القانون يدخل فيه استثمار في الصحه. انا ده شغلكم بقى، ما ده انا ما جاش لازم تحضر معانا بقى ان شاء الله. دكتور محمد نصر، عضو لجنه اداه قانون تامين الصحي الشامل ونقيب اطباء الجيزه، شكرا دكتور نورتنا النهارده. الدكتور خد الحلقه كلها. الدكتور مجدي وشغل عمل القانون. اه ما خلاص القانون بتاعه خلاص، الحلقات اللي باقيه بتاعتهم. يعني مرشد عضو لجنه الصحه بمجلس النواب، النائب المحترم عمرو الجوهري عضو مجلس النواب وعضو لجنه اقتصاديه، نورتونا. بعد الفاصل عندي مبادره ليكو الحقيقه بتمثل حقيقي كلام تاني. امبارح لما كنا حاضرين مع السيده غاده والي لفعاليات هذه المبادره، المبادره اسمها بينا. بينا ان احنا بنفكر في مفهوم مختلف في الرعايه لفكره الاطفال اللي ما عندهمش اسر. فاحنا مش بس هنهتم ان احنا نوفر لهم مكان يقعدوا فيه ويعيشوا فيه، لكن احنا كمان هنكرمهم ونهتم بيهم لما يكونوا من اوائل. عندنا ولاد جايبين 99% في هذه الدور، قدرت وزاره التضامن الاجتماعي ان هي توصل لهم. عندنا اطفال موهوبين في الغناء وفي التمثيل وفي الفن وفي الرياضه، قدرنا ان احنا نوصل لهم. انا اعتقد ان ده مفهوم جديد في العدالة الاجتماعية، لو احنا لسه بنتكلم في فكرة العدالة الاجتماعية. وفعلا هذه المبادرة تمثل كلام تاني. بحيي السيدة الفاضلة غادة والي وزيرة التضامن على هذه الفكرة، والمبادرة بشبابها بأوائل المتفوقين من هؤلاء الطلاب هيكونوا معانا في لقاء خاص بكلام تاني بعد الفاصل. لكل الاشغال اليدويه بتاع الاسر المنتجه، هنبقى نيجي ناخد الحاجات بتاعتكم دي عشان نبيعها، تبتدوا تعملوا مشروع وتكسبوا منه، ايه رايكم؟ الرساله هنا واضحه جدا، احنا بنحتفل بتفوق ولادنا. اي اسره لما بيكون عندها ابن ناجح ومتفوق بتبقى فرحانه بيه وبتبقى فخوره بيه وبتحتفل بيه، بتبقى عايزه تقول للناس ان ابنها وبنتها شاطرين. فاحنا بنقول ان بناتنا واولادنا شاطرين ومتفوقين وموهوبين وعلى خلق، مش الصوره اللي بيتصدرها وسائل الاعلام دائما عن انتهاكات في دور الرعايه. دي مش صوره حقيقيه، دي صوره موجوده ولكن بتمثل الاقليه، لكن معظم المؤسسات والابناء ابناء بخير، والمتفوق منهم لازم ان احنا نلقي الضوء عليه ونحييه ونشجعه. شرف لي ان انا احضر يعني ندوه او احتفاليه زي دي، ان انا اشوف الاطفال عندهم الايجابيه دي، عندهم القدره، ده بيدينا كلنا درس. يعني انا مش جاي قدوه هنا ليهم، بالعكس انا جاي هم قدوه ليا. مش كلام برامج بس، ده كلام حقيقي وكلام فعلي. هم الاطفال ان هم اتحدوا كل الظروف دي وعندهم طموح، عندهم امل، مش مجرد ان هم اطفال متفوقين بس، لا انا ما اتكلمت معاهم كلهم عندهم فكر لقدام، كلهم عندهم طموح، فيا ريت احنا الكبار نبقى زيهم. حلوة واحنا جوانا حلم كبير، فما نضيعش الحلم ده ونحلم ونبقى نسعى ورا هدفنا عشان هنحققه. انا جيت النهاردة عشان احتفل وارسم معاهم، رسمت الرسمة دي في جامعة الفنون فوق. جيت ورسمت معاهم بالوان مية على الخشب. اتكرمت عشان انا متفوقة وان انا شديت حالي ودخلت الثانوية العامة. شرف كبير لان قابل وزيرة، حاسس بالفخر وحاسس ان مجهودي وتعبي ليه نتيجه دلوقتي وما راحش على الفاضي. مصر هتتطور بشبابها في الجيل القادم ان شاء الله. مبسوطه جدا ان انا مع وسط اخواتي كمان، وان انا فرحانه ان انا اجتمعت مع كل المؤسسات وكده وشفت اخواتي كلهم. الحمد لله يوم كويس واحنا مبسوطين بالحفله دي. اشكر بابا على نصايحه اللي هو قالها لي. لو سالتك انت مصري تقول لي ايه؟ قول لي مصري وابن مصري وابن مصر الله عليه. مصر فيها حاجات كتيره جدا حلوه، يعني كتيره كتيره، ولكن احنا مشكلتنا ان احنا بنبص على الحاجه الوحشه وده غلط. احب اقول للناس يعني من فضلكم بصوا على الجمال اللي جوه، يعني جوه الحاجه، بصوا على الجمال اللي موجود في مصر. اللي يلاقي حاجه مثلا غلط احنا نقدر نصلحها، ولكن ما تقعدوش تقولوا ده غلط. يعني اقول لك تعمل ايه؟
اولا لازم تقعد مع نفسك، لان صدقني محدش يعرفك اكتر من نفسك، لاني مهما كنت واضح مع اللي حواليك دايما جواك في حاجه محدش يعرفها غيرك. خد عهد من دلوقتي انك توفر وقت ليك عشان تغوص في اعماق ذاتك. يا رب تكون رسالتنا وصلت، اللي هي خليك ناجح، خليك اقوى من الظروف. يعني انا علشان ناجح او ابقى شخص ناجح اتحدى اي حاجه. فعلا النجاح ليه طعم ما توصفش. يا اغلى اسم في الوجود يا مصر، يا اسم مخلول الخلود يا مصر، نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر. عايزين تعرفوا ازاي بيصطنع الامل وازاي بيصطنع النجاح وازاي بتبقى الاراده القويه هي الوسيله اللي بنعتمد عليها في تحقيق احلامنا. بصوا على الشباب اللي زي الفل دول والاطفال اللي زي الفل دول اللي في مبادره بينا. المبادره دي مبادره في غايه الاهميه لانها تهتم بجانب مهم جدا وهما الاطفال او ابنائنا اللي موجودين في دور الرعايه الاجتماعيه. دول اطفال موهوبين، متفوقين، متميزين، عندهم الروح الوطنيه العاليه اللي احنا شايفينها، عندهم روح التحدي والإرادة، وعندهم مقاومات النجاح اللي اشتغلوا بيها وقدروا ان هم يثبتوا نفسهم. سعداء جدا ان هم معانا النهارده في كلام تاني، لان مش هم بس قالوا كلام تاني، ده دول قالوا احلى كلام تاني انا سمعته بقالي فتره طويله. خلينا نرحب بضيوف الاعزاء، الاستاذ احمد عباس مدير مبادره بينا، اهلا وسهلا يا فندم. ومعانا كمان المتفوق الجميل هشام توفيق، جائزه التفوق الدراسي، اهلا بك يا هشام. وايضا يوسف خليل، جائزه التفوق الدراسي ايضا، اهلا بك يا يوسف. أهلاً. مبروك. وايضا معانا امجد شريف، التفوق الدراسي ايضا. امجد الاول على الجيزه 99% في الاعداديه، مبروك يا امجد. ومعانا ايضا ماريانا عادل، تفوق ابداعي غناء ورسم زي ما شفتوها وهنسمعها النهارده، اهلا بك يا ماريانا. ومعانا ايضا ملكه صبحي، تفوق ابداعي غنى، عندها صوت جميل ومبسوطه، ووطينا لها التكييف عشان التكييف عليه في الاستوديو، هي متحملانا دلوقتي بالاناقه اللي هي جايه لنا بيها. خلونا ندي فكره الاول، ايه مبادره بينا؟ طبعا المبادره دي بتعاون مع وزاره التضامن الاجتماعي زي ما احنا شفنا في التقرير، وسيده غاده والي والفريق المتميز اللي بيشتغل معاها على ملف الرعايه الاجتماعيه. الحقيقه مبادره بينا مبادره اطلقتها وزيره التضامن الاجتماعي في 2015، وبتشتغل على ثلاث محاور رئيسيه. المحور الاول هو تحسين وجوده الخدمات المقدمه داخل مؤسسات الرعايه، تشجيع الشباب على التطوع زي الولاد اللي احنا شفناهم امبارح اللي كانوا بينظموا الايفنت من شباب المحافظه، يمكن شغالين من اكتر من يوم سابق يعني، لغايه ما كانوا مبسوطين وفرحانين جدا امبارح. الحاجة الثالثة اللي هي أو تفعيل المراقبة المجتمعية للأطفال أو لمؤسسات الرعاية بشكل عام، لأي مخالفات، أي انتهاكات، أي حاجة بتحصل جوه الدور بيبقى في مراقبة مجتمعية ليها بنحاول إن احنا نحققها. المبادرة الحقيقة بتشتغل على مجموعة من الملفات، ملف خاص بالبرامج التنموية وتعديل السلوك والبرامج النفسية اللي بتتم مع الأبناء داخل الدور المختلفة. المحور الثاني هو محور الرعاية الصحية، والحقيقه ده بيتم بالتعاون مع بعض المؤسسات المهتمه بمجال الصحه بتوفير كشف وفحص مجاني للابناء للامراض المختلفه. المحور الثالث هو المحور الاعلامي، والحقيقه احنا بنحاول فيه ان احنا نشتغل على تصحيح للمفاهيم المختلفه حوالين دور الرعايه، نشتغل على رفع وعي المجتمع بقضايا الابناء في المؤسسات المختلفه. لا، ونقدم النماذج الجميله دي حقيقة كنماذج للنجاح والاراده. يعني الحقيقه يمكن هو ده المحور اللي يمكن احنا بصدده كمان النهارده، اللي هو احنا بنقول في نماذج موجوده بيمثلوا يمكن الشباب اللي كانوا موجودين امبارح وموجودين معانا النهارده. الحقيقه هم جزء من مجموعه اكبر، 370 من 22 محافظه يا جماعه. والحقيقه ان يمكن احنا حطينا معيار درجه معينه للتفوق، بس لو فتحنا الموضوع هنلاقي عدد اكبر بكتير. في طيب بعض احنا هنبدا بقى نتكلم مع الشباب نشوف اعلى مجموعه. هنا انتوا ثلاثه ثالثه اعدادي صح؟ امجد اعلى مجموعه، نبدا بامجد. 99 في الاعداديه يا امجد، احكي لنا بقى يعني
عارف يقول لك ايه، ده دحيح، ده سوسه، ده ما بطلش مذاكره. يا عم تقول ان انا كنت بوصل ليالي، يعني هو الموضوع تنظيم وقت، يعني وقت مذاكره وقت مذاكره وقت لعب، ممكن وقت مذاكره شويه يعني. طب قول لنا بقى، كنت بتذاكر ازاي بقى؟ تصحى بتعمل يومك ازاي؟ عادي يعني. انت طول عمرك متفوق يا امجد ولا السنه دي اعلى مجموع؟ لا يعني كل سنه. ابتدائيه كنت جايب كام؟ 98.5. كمان فرقت في نص الاعداديه، شطرت شويه. قول لنا بقى. يعني عادي بصحى عادي، بفطر، بكمل، ممكن مثلا ذاكر ساعتين في اول يوم، بعدين اقعد مثلا العب شويه، اتفرج على التلفزيون. ما كنتش بذاكر غير وقت بالليل يعني حوالي، وكنت بذاكر غير مثلا 8 ساعات في اليوم اقصى حاجه. انت بتروح المدرسه؟ تروح المدرسه كل يوم؟ المدرسه كل يوم، بس بذاكر بالليل لما في الايام الاجازه اللي هي خميس او جمعه او السبت، كنت بذاكر اللي هم 8 ساعات. لكن لما كنت برجع من المدرسه يعني. انت دار ايه؟ عشان احنا لازم نحيي الدار دي، لان زي ما احيانا بيتم التركيز على بعض السلبيات اللي موجوده في بعض الدور الرعايه الاجتماعيه، لازم نحيي الدار اللي خرجت امجد الجميل ده ب 99% باخلاق وبشخصيه متوازنه جميله. دي دار ايه يا امجد؟ الحسين. الحسين دي هنا في الجيزه؟ في الجيزه. في الجيزه. المجموع ده كنت متوقعه؟ لا بجد؟ لا خالص. ازاي بقى؟ نجحت كده من عند ربنا. لما عرفت انك جايب 99% ايه اللي حصل؟ اتهبلت. عملت ايه بقى؟ لقينا بقى حد بيتنطط وحد بيعمل كده؟ شكلك هادي جدا. طيب هشام ايه بقى، احكي لنا. وتنظيم وقت برضو زي ما هو قال برضو، يعني بصحى الصبح افطر. ده انا بس عايز اقول ان دي تهنئه السيده غاده ولي الامجد زي ما انتم شايفينه في الصوره. امجد موجود وكمان هشام موجود في الصوره، ومعانا كمان، هو مش معانا النهارده بس ده برده من اللي كانوا متفوقين، وفي الشاب هشام اهو. والجميل ده الشاب الجميل الاسمر الجميل ده، ده الاول على اسكندريه مش كده؟ الجميل اللي في الخلفيه كمان كانت في صور للتحدي، كنت اتمنى ان الكادر يجيبها، كان فيها الفنان احمد زكي وكان فيها خالد صالح وكان فيها نماذج كتيره. قول لنا بقى بتعمل ايه بقى؟ بصحى الصبح باخد الشاور بتاعي، اخش يعني افطر. دار ايه؟ انا في بيت السعد في المعادي. فين؟ بيت السعد في المعادي. المعادي بصحى الصبح افطر، بعد كده اذاكر، بعدين بريح شويه يعني مش طول الوقت عشان ما كبسي وكده، لا يعني بنظم وقت برضو، ماده حفظ ماده فهم. كنت متوقع ان يبقى في حد يعني يحس بيك ويجيبك انك انت متفوق ويهتم ويعلن نتيجتك وكده؟ هو الشكر طبعا لبابا وماما في البيت زمان ما بيتفرجوا عليا دلوقتي طبعا. انا بحييهم تحيه كبيره جدا في بيت السعد. وهو فعلا بيت السعد يا بيتنا. عارف الاغنيه دي؟ انتوا هتغنوا ها؟ احنا متفقين عشان يبقى الكلام واضح، بديكوا فرصه اهو ترتاحوا وتتدفوا وتعملوا كل حاجه. يوسف انت هادي قوي يا يوسف. انت هادي كده على طول ولا قدام الكاميرا بس؟ لا هادي على طول. هادي على طول؟ طيب يا حبيبي قول لي انت دار ايه؟ انا دار الفتوح. دار الفتوح في الشيخ زايد. الفتوح في الشيخ زايد، تحيه كبيره جدا لهذه الدار. احكي لنا بقى حياتك عامله ازاي والتفوق الدراسي ده جه ازاي؟ كنت بنظم وقتي، بصحى الصبح احيانا كنت ببدا مذاكره على طول، واحيانا كنت بقوم اخد الشاور وابدا مذاكره وافطر وكده. انت بتروح المدرسه ولا ما بتروحش المدرسه؟ لا كنت بروح المدرسه على طول. بتروح المدرسه، فين المدرسه؟ المدرسه في 11. فين؟ في الحال 11. يوسف اهو. بس كنت ساعة الدوري بقى. هو يوسف كمان عنده مميزة، وكان في دوري كرة قدم فهو من الفريق اللي خد المركز الأول كمان. بجد؟ أنت أهلاوي ولا زملكاوي يوسف؟ أنا زملكاوي. زملكاوي؟ طب يعني مالك تقول لي يا زملكاوي يعني؟ ما حدش يعترض على فكرة. لا هو بيعترض. ماريانا عندها موهبة الغناء، وكمان ملك عندها موهبة الغناء، والحقيقة ان هم غنوا في الحفلة اللي كانت موجودة اغنية فيها حاجة حلوة، وانتوا حسستونا ان فيها حاجات كتيرة قوي حلوة بيكو. نسمعهم كده وبعدين نرجع نتكلم معاهم. حاجة حلوة منك، حاجة
ماريانا وملكة، انتوا اكتشفتوا موهبة الغناء دي عندكم امتى؟ انتوا دور ايه الاول؟ جمعية شفيع الفيوم. جمعية شفيع الفيوم. علي صوت. جمعية شفيع الفيوم. اه تحية كبيرة لهذه الجمعية الجميلة. انتوا بتاخدوا انشطة في الجمعية؟ اه يعني هما بيهتموا بالحاجات دي كتير. بالغنى؟ اه. اكتشفتي موهبتك امتى يا ماريانا؟ يعني عادي كن يعني ممكن ابقى قاعدة كده واقعد اغني فحد يقول لي صوت حلو كده. بدأتي تتدربي؟ اه. يعني احنا عندنا جمعيه بتهتم بالانشطه دي، فعندنا كورال، فريق كورال، فبنبدا نتعلم فيه واللي هو نكتشف مواهبنا. يعني ممكن حد فينا يبقى ما يعرفش ان هو صوته حلو، فمن خلال الكورال ده احنا بنعرف كل واحد. انت كمان عندك موهبه الرسم مش كده؟ ممكن نشوف بعض العروض بتاعتك. اه جميل. عبد الحليم حافظ. عبد الحليم طبعا. حافظ. اه انت اللي رسمه ده؟ اه بجد بجد. هي رشدي ولا عادل امام؟ اه عادل امام. اه انا قلت بقى دخلنا في سكه الغنى فهي قلبت من غنى. مستر بن. اه مستر بن طبعا. اه اه هاري بوتر. هاري بوتر. اه بس هايله خطوطك، حلوه جدا جدا. اه هي رسمه عاديه. اه شعرها حلو قوي بصراحه. ملامح كمان، ملامح قويه. اه دي برضو رسمه عاديه، واحده سودانيه، بس دي اكتر رسمه حبيتها. يعني قولي لنا ليه بقى؟ مش عارفه، انا عاده بحب الناس السودانيه جدا، بحب ملامحهم وتفاصيلهم. هي حضنه بنتها. اه دي رسمه حلوه قوي. تعرفي تعملي الضفيره دي؟ انا نفسي شعري يطول عشان اجي لك تعمليها لما حضرتك لما يطول. هديكي فرصه تتدربي فيا. انت مهتميه قوي بالشعر؟ بحب تظليل الشعر قوي. عشان بيبقى متداخل لما برسمه بيبقى خصله خصله. فبيبقى فيه بيبقى واضح اكتر. هايله. دي واحده صاحبتي وجوزها. اتجوزت؟ اه. صاحبتك في الدار؟ اه. هي انت عندك كام سنه؟ انا 21 سنه. اتجوزت 21 سنه، عقبالك ان شاء الله. هي خلصت، اتخرجت واتجوزت. اه كانت معاكي في الدار. اه حلوه قوي. دي رسمه عاديه برضو. اه لا بس الخطوط بتاعتك الفنيه هايله هايله. يا مريم بصراحه يعني الجمعيه هي اللي مهتمه. بتاخدوا التدريب في الارت كمان او في الفن؟ انا دخلت كورس، يعني جمعيه دخلتني كورس واتدربت. انا كنت بعرف ارسم بس انا اتدربت ودخلت كورس ده عشان اتعلم الفنش، اتعلم كل حاجه. ملكه، اولا اسمك حلو قوي يا ملكه. اعتقد ان سيده غاده والي علقت على اسمها. مش كده؟ قالت اسمك حلو قوي يا ملكه. ملكه انت عندك موهبه الغناء برضو، انت في نفس الدار مش كده؟ بيبقى في فرصه ان كنتوا يجي لكم مدربين يدربوكوا في الموسيقى في الحاجات؟ عندنا ناس بتهتم بينا جدا في تدريب صوتنا، في طبقات صوتنا وفي كل حاجه. حتى في فتحه البق وانا بغني هو بيدربني عليها. مين بقى؟ عندنا يعني كتير، بس كان الفتره الاخيره اللي معانا مايسترو رامي مكرم. هو حد مشجع جدا ومحفز قوي. عندي طبعا مشرفيني في المكان اللي انا قاعده فيه بيساعدوني جامد جدا ومتواجدين معايا دايما. انا بحب اشكرهم قوي. بشكر ربنا ان مديني موهبه حلوه جدا زي دي، واني عندي ناس ممكن تهتم بيا
واني عندي وزيره كويسه ممكن تكون بتهتم بموهبه زيي وحد زي حضرتك. لا العفو حضرتك، احنا انتوا اديتونا طاقه امل لان كنتوا متميزين ومتفوقين وده حقكم. يعني احنا قد يتصور زي ما رامي جمال قال احنا جايين نقول لكم يعني برافو، لا احنا لقينا نفسنا ان احنا اللي بنستمد منكم الامل بشكل كبير جدا، مش انتوا اللي محتاجين تشجيع، ده احنا اللي محتاجين انكم تشجعونا. تصدقوا ده بقى؟ تصدقوا؟ طيب احنا لازم نغني، هتغنوا حاجه جماعيه ولا كل واحده فيكم تغني؟ لا جماعيه. جماعيه؟ طب يلا. نقول فيها حاجة حلوة حضرتك؟ لا احنا خلاص غنينا فيها حاجة حلوة، تغنوا حاجة تانية؟ عندنا احفظ بلدنا يا رب. يا رب، الله، يا سلام، هو ده الكلام. ايش تمام. احفظ بلدنا يا رب واملاها من خيرك جايين بكل القلب، ملناش رجاء غيرك. احفظ بلادنا يا رب واملاها من خيرك جايين بكل القلب، ملناش رجاء غيرك. احفظهم الحاجة ومن الفقر ومن الجفاف يا نبي النار، احفظهم الارهاب والشر، احفظ بلادنا يا رب. احفظهم الحاجة ومن الفقر ومن الجفاف يا نبي النار، احفظهم الارهاب والشر، احفظ بلادنا يا رب. مجدك يعود ليها يشفي أراضيها ومذبحك فيها، يحفظ بلادنا يا رب، احفظ بلادنا يا رب واملاها من خيرك جايين بكل القلب، ملناش رجاء غيرك. ربنا يحفظكم لمصر لان كنتوا مصر بيكوا اللي هتبقى افضل. خلينا اقول لكم ان احد مشاهدي البرنامج مشاهد كريم اعتدنا معاه دايما ان هو صاحب كرم وفضل، هو بيقول ان هو عنده هديه ليكم ويرجو ان كنتوا تتقبلوها منه، هديه تفوق لكل واحد من حضراتكم مبلغ مالي. هو طلب ان احنا ما نقولش اسمه لكن هو بيقول لكم ان هو فخور بيكوا جدا وبيقول لكم ان هو والدكم وان هو سعيد وفخور بيكوا للغايه. امجد انت عايز تبقى ايه لما تكبر؟ ايه كليه؟ مهندس بترول. مهندس بترول، داخل على الفلوس على طول. مهندس بترول. بص بقى يا امجد قول لي الحقيقه بقى، مهندس بترول هادي كده داخل على الفلوس على طول؟ لا فكر. امال ايه؟ لا امال ايه؟ انا بحب الهندسه، بحب الرياضه عامه. ربنا يوفقك يا حبيبي. يوسف وهشام. انا ضابط جيش او ضابط شرطه. حبيبي ربنا يوفقك. ما وديحتش الفرصه، هبقى مهندس كمبيوتر ان شاء الله. ان شاء الله. يوسف. مهندس معماري. مهندس معماري، هدوء يا جدع، هدي مهندس معماري برضه. يوسف انت هادي كده بجد ولا دي حركات؟ احيانا ببقى هادي واحيانا ببقى شيطان. طيب انا عايزاكم النهارده لان احنا بنستمد منكم الامل بجد حقيقي، عايزه اقول لكم ده، فعايزه منكم كل واحد فيكم يقول كلمه كده للساده المشاهدين اللي بيسمعوكم. طبعا في ناس كتير عايزه تعمل اتصالات معاكم بس احنا وقتنا ضيق عشان عندنا بقيه اخواتكم اللي شاركوا معاكم في الحفله وعملوا عرض مسرحي هايل والمخرج المسرحي المتميز اللي كان معاهم كمان مستر عمرو حسن. مستر عمرو حسن، ايوه. رساله منك يا امجد؟ يعني ان اي حد عنده موهبه مش شرط يكون هو متفوق في الدراسه، متفوق في الغنى، متفوق في اي موهبه، يحاول ان هو ينميها لان ده هيفيده اكيد في المستقبل وانه يفيد اللي حواليه، ما يبقاش يعني لنفسه بس. الله، انا عاجبني ثقه امجد في نفسه. مريم. ربنا مدي كل واحد فينا موهبه فلازم نحافظ عليها وننميها، مش شرط عشان عندي ظروف مش حلوه او حاجه اكتم الموهبه دي جوايا واقول لا انا خلاص مش هنفع في حاجه، لازم انمي موهبتي دي، وان انا اوصل للنجاح دي مش حاجه صعبه، هي بس محتاجه اراده مني عشان ابقى متفوق في المجال بتاعي. ملك.
الموضوع كله بيتعلق بالإرادة بتاعتي. أنا طول ما أنا شايف أني ممكن يكون عندي حاجة كويسة جوايا، والحاجة دي ممكن تخليني أنا إنسان كويس وتخلي بلدي أحسن والقدام، أنا لازم يعني أنميها وأكبرها وعليها عشان أنا أعلى بنفسي وبمجتمعي وببلدي وأبقى حاجة كويسة أشرف بلدي في أي مكان. دي سنة كام يا ملك؟ أنا في الثانوية عامة. ثانوية عامة، ربنا يوفقك يا حبيبتي. ربنا. يوسف؟ يعني اللي يبقى عنده موهبة ما ييأس، يعني لو جه وقع مرة ما حدش عارف يساعده ما ييأس، يجرب حاول مرة واثنين وثلاثة لحد ما يوصل اللي هو عايزه. انك تبذل مجهود عشان توصل للي انت عايزه، ما تبصش للواطي، بص للمستوى الاعلى، وان كل واحد عنده مهاره برضو ينميها ما يرقصش منها. انا فخوره بيكم جدا جدا جدا، لازم تعرفوا ده، وان ده مش كلام احنا بنقوله على الهوا، بالعكس. ومنتظرين منكم الكتير يعني في التفوق الدراسي، هنتابع ونشوف انت هتعمل ايه السنه الجايه، مش كده؟ صحيح، احنا متابعين طبعا، يعني وفي حاجات هتتمنح وحاجات هتستحق. ها صحيح، اتفقنا. صحيح، تحيه كمان للدور اللي بتقوم بيه هذا العمل الجميل، احنا معاكم وبنحييكم، ولو نقدر جميعا نساهم باي حاجه ده بالتاكيد. المبادره دي مستمره، المبادرة مستمرة، والحقيقة ان احنا بنقول لكل الولاد اللي معانا والبنات واللي ما خدش حظ المرة دي ممكن عنده فرصة تانية، احنا ايدينا في ايديكم لغاية اخر حاجة ممكنة وممكن تكونوا بتحلموا ليها وبتوصلوا لها. الحقيقة يعني قبل الفقرة ما تنتهي، انا بس حابب ان انا اوجه شكر للدور اللي اشتغلت معانا وكانت موجودة، حابب ان انا اوجه شكر لمعالي وزير التضامن الاجتماعي لدعمها للمبادرة. طبعا طبعا، والحقيقه هي كمان بتفكر بطريقه ثانيه، مش بتفكر بالمفهوم الطبيعي او الضيق للرعايه الاجتماعيه، بتفكر ان هي تفتح افاق جديده جدا للعداله الاجتماعيه، ان امجد ويوسف وهشام ومريانة وملكه وكل اللي زيهم ياخدوا فرصتهم الحقيقيه ويدخلوا الكليات اللي نفسهم فيها وياخدوا حقهم في الموهبه ويعبروا عن نفسهم ويبقى ليهم فرصه زي كل حد، وده الاطار الحقيقي للدمج المجتمعي. صحيح، الحقيقه اللي صحيح احنا بنتحرك عليه يعني. وشكرا لفريق مبادره بينا واحنا سعداء جدا. احنا لسه مستمرين معاكم ومعانا شباب تانيين من هذه المبادره، بينا هنشوفهم بعد الفاصل. فاكرين نفسكم عبد الحليم حافظ ولا كاظم الساهر؟ خلاص بقى يا جماعه اسكتوا شويه، خلينا نركز في حل مشكلتي. ايه؟ مشكلتي بس؟ انا يا جماعه ايه؟ ما عنديش موهبه. لا يا يوسف ما تقولش كده، تضيع بس. ضيع ازاي يعني؟ قصدي يقول لك انك ما جربتش موهبه ثانيه بس. ليه؟ جربت طبعا، ده انا حتى كنت بغني وانا صغير، ده انا كنت بغني في الحمام. اكيد كنت بتغني ريحه الحبايب. ايام حد تيجي لريحه الحبايب. بص الغنى ده بيني وبينك وبس. بيضم القلب اللي مشغول عني دايب. خلاص بقى يا جماعه ما تهزروش. هو وحش؟ لا ده جميل، بس مش محدش يحسدك. انت بتمثل، ده بيجيب تصلبات في الودان. مش عارفه اقول لك ايه، طب ما تجرب حاجه غير الغنى يا اخي. طب انت بتحب تعمل ايه وانت صغير؟ كنت بحبك كتير. ده فرصه. حاجه غير افكر تاني كده؟ كنت بحب اكب ميه على الناس من البلكونه. طب مش عارفه يا ابني، انت واخد فكره وحشه عن المواد كده ليه؟ المواد مش بس كده، دي ممكن تكون رسم، موسيقى، كتابه، ممكن تكون كوره. ده كان جزء ايضا من العرض المسرحي اللي كان في مبادره بينا لابناء الدور الاجتماعيه المتميزين والمتفوقين في مجالات الفن والمسرح والغناء والدراسه ايضا، زي امجد ومحمود وهشام ويوسف اللي كانوا معانا في الفقره الاولى. وهينضم الينا ايضا الفريق اللي شفناه في هذه المسرحيه، بس خلونا نرحب بالاستاذ عمرو حسن مخرج العرض المسرحي. عايز احييك، عملت مجهود كبير جدا جدا جدا، مبروك. ربنا يخليك، الله يبارك فيك، وكنا سعداء بتشريفك امبارح. لا لا، ده الشرف ليا انا الحقيقه. وكمان ملاك صبحي التفوق المسرحي، وملاك كان قاعد يدور على موهبه طول المسرحيه، نشوف لقاها ولا لسه. ماريانا سمير تفوق مسرحي، وكانت بتحاول تقنعه يا ابني مش لازم تغني، ممكن تشوف حاجات ثانيه. ازيك يا ماريانا؟ عايز اسالكم الاول الحوار يا ماريانا، انتوا الحوار ده كتابه مين؟ مين اللي كتب النص؟ كتابه ملاك. معقولة؟ اه، هو اللي مالف. دي مفاجأة. بس أستاذ عمرو حط التاتش طبعا. حط التاتش. طيب إدي فكرة للناس بقى دورك، لأنك كنتي بطلة في المسرحية دي. هو شاب إن هو كان ضايع خالص،
فانا كنت بديله امل ان هو بيدور على نفسه بس. فهي هو واخد فكره ممكن يغني بس. فهي المواهب مش اغاني فقط يعني. ممكن تكون انت موهوب في الرسم، في الموسيقى، في الكوره، بس طبعا كانت معموله بشكل كوميدي يعني. انتوا لو تشوفوا مثلا وهي بتقنعه طب اقعد مع مامتك، فتيجي مامته فتقول له يا فالح اقعد ذاكر اعمل حاجه مفيده. دي مامته حاجه تانية خالص. امجد انت اللي كتبت النص ده؟ ملاك. ملاك انت؟ ملاك والله. ملاك. على الملاك. انت اللي كتبت النص ده؟ الفكره جت ازاي؟ الفكره بدات معايا بسؤال ان بعض الاشخاص كنت ممكن اكلمه يعني يقول لي انا متضايق، انا مخنوق، مش عارف ايه. اقول له طب ما تعمل حاجه حلوه تنفعك او حاجه ممكن تستفيد منها. انت اللي راسم دي؟ اه دكتوره. راسم السيده غاده والي. دي رسمتها امتى؟ يعني من فتره قبل ما اجي الحفله ده طبعا. انت قلت لها؟ اديتها لها. والله يوم الحفله؟ دي اكيد كانت فرحانه بيها قوي. هو انت كنت تعرفها قبل الحفله؟ شخصيا يعني ولا لا يعني بتشوف صورها؟ انا عارف صورها. ان في دكتوره وزيره وكده. ورسمتها لها امتى؟ كانت هي المفروض كانت تنزل في يوم في فتره يعني كده. ولكن حصل ظروف ما نزلتش، فانا كنت مجهز يعني حاجه اني يعني حاجه هديه بس بسيطه مني اقدر اديها يعني، بس هي ما جاتش. فجت الفرصه ان احنا اللي رحنا طبعا البركه في استاذ عمرو يعني. استاذ عمرو جميل جميل جدا جدا. الشغل اللي اشتغلت عليه على الولاد دول، لان اولا لو تشوفوا بجد والله العظيم عرض مسرحي متميز وفي مساحه كوميديا صادقه مش مفتعله. هو في الحقيقه اول ما تم تكليفي من استاذ سميه واستاذ احمد عباس، انا عايزه احيي الاستاذه سميه مستشاره وزيره التضامن الاجتماعي اللي اطلقت هذه الفكره، فكره بينا، وقالت لازم نهتم. هي المفروض كانت معانا بس هي كانت تعبانه جدا الايام اللي فاتت في شغل كتير، وكانت بتخرج من شغل تدخل لشغل تاني. انا عايزه احييها استاذه سميه الحقيقه، وهي من المخلصين جدا اللي في وزاره التضامن الاجتماعي وبيعاونوا السيده الفاضله غاده والي. فاول ما خدنا التكليفات ان احنا نشتغل على عرض مسرحي لتكريم المتفوقين، ابتدينا نعمل زيارات لدور العرض على مستوى محافظات الجمهوريه. لغايه ما قابلت الجمال المشاركين معانا في العرض، جزء من القاهره وجزء من الفيوم. وبحيي برضو اخواتكم اللي في القاهره ان هم تعبوا معانا. وبعدين اكتشفت ملكه وملاك اخوان اخوات اخوات ملكة رحب هي فعلا، هي فعلا توبة تودي توبة تودي داهية اخوات اخوات. وبعدين طبعا احنا بنعتمد على ورش الحكي كتير علشان نقدر نفجر الطاقات الابداعية جوه الموهوبين. فلقيت ملاك قاعد من نفس السؤال، عامل فريم للسكريبت دايس فيه، حاسه قوي. فابتدينا ناخد الفكره وناخد السكريبت وحكي اللي قلت لهم يعملوه بشكل كوميدي، ادابتيشن للفكره. وان احنا طب احنا عايزين نوصل ليه؟ ايه الهدف من الموضوع؟ جبنا النماذج زي ما حضرتك شفتي في الديكور وفي السينوغرافيا، الحاله المسرحيه اللي موجوده، النماذج الحقيقيه اللي اساميها عايشه لغايه دلوقتي. استاذ حليم حافظ، كل احمد زكي رائع، خالد صالح، خالد صالح اسمهان، يعني عبد المنعم مدبولي، عبد الحليم حافظ، احمد رمزي، امينه رزق، اللي فوق انا مش شايفه فوق ده ام كلثوم يا عم. غير اسمهان، انا قلت اسمهان. فاشتغلنا على النماذج الحيه اللي قدرت تحدد الظروف. اللبس الاحمر ده مين عشان ما حيرني؟ سعد زغلول. الزعيم سعد زغلول. كويس. كل موز وطنيه. كل النماذج اللي قدرت تتحدى ظروف كتير، سواء ظروف اجتماعيه او ظروف احتلال او ايا كان الظرف اللي موجود فيه، وقدروا انه يسيب بصمه في التاريخ. خدنا الفكره وابتدينا نشتغل عليها، نعمل لها نوع من التطوير، نضيف لها البسمه، نضيف لها الفكاهه، نضيف لها انا عايز اروح فين. حقيقه مجموعه من الموهوبين في الاول حصل لي نوع من الصدمه. محترفين. ازاي الموهبه دي لم ترى النور حتى الان؟ احنا بنتعامل مع كتير محترفين. انما احتراف متمكنين منه، هم عندهم قدره على توصيل اكتر من رساله. زي ما قالت مريم في الفيلم الدوكيومنتري اللي تم عرضه امبارح، كل شخص ليه اخ اتنين عشرة، انا عندي 1000 و2000 شخص. صح. اخواتي كلنا في الراي. فهي انت بتحس الكوميدي ده جاي عندك ازاي؟ تشجيع استاذ عمرو برضه. انت بتعرف تقلد يا ملاك؟ حاسك اقلد اصوات يعني ولا لا ممثلين؟ لا يعني انا بمثل بطبيعه ملاك يعني. انا مش بس بحس ان عندك يعني انا ممكن اكتب نص او يعني انا بشوف الحاجه دي تنفع تطلع ازاي بحاول اطلعها. مش حابب اقلد لسبب يعني عشان نعم. تدرس انت في سنه كام؟ انا تربيه نوعيه. تربيه نوعيه اولى. سنه اولى. ومريانا؟ انا خريجه سياحه وفنادق السنه دي. ما شاء الله مبروك. اشتغلت امتياز كمان.
امتياز. شايفين شايفين التفوق. يعني تمثيل مع امتياز. لا لا كتير. وبكمل دبلومه تربوي. برافو برافو برافو. اشتغلتي ولا لسه؟ لا لسه، وانا عشان بكمل الدبلومه حاليا. لا ان شاء الله قريب. وممكن ابقى اقول ان انا معجبه باناقتك. ميرسي جدا. طبعا هتقولي اقل حاجه عندي. لا انا فعلا فخوره اني مع حضرتك النهارده ومع الاساتذه الجمال. ده احنا اللي سعداء بيكوا جدا. انتوا هتغنوا صح؟ ايه اللي لا يعني؟ هم مصممين يغنوا، اقول لهم يا جماعه غنوا اغاني شويه اغاني عاطفيه. انتوا قايلين لهم ما غنوش اغاني عاطفيه؟ لا لا بالعكس. قال لي انتوا عايزين راجع ليكوا يعني. تغني ايه يا ست ملك؟ لا ابتدي مريان. طب مريان يلا يا مريان تغني ايه؟ اغني ايه؟ بتحبي ايه؟ بتسمعي مين من المطربين حاليا؟ اصاله. أصالة. طب يلا بس غني الأصالة. أنا قلت لها كنا قاعدين نضحك أنا وهما، قلت لهم غنوا أه لو لعبت يا زهري. فماريانا كان لها تعليق لطيف قوي. دي مالك قالت أه لعب معانا. أنت قلت يا مالك بتقولي إن خلاص الزهري لعب معانا. بس خليكي فاكرانا بس لما الزهري لعب. مش لازم القاعدة اللي في الأغنية أول حد طلبت منه فلوس تلف وما ادانيش، مش لازم. وسعت القاعدة شوية. أنا اللي هسلفكم بعد كده. أنا أول واحدة هستلف. اتفضل حضرتك. أنا أول واحدة هستلف. طيب نغني إيه؟ ممكن نغني الأصالة. لا بلاش عشان الأصالة ما تزعلش. ممكن أقول أغنية عشق أو بدوب. الله. لا ما هو مش أم في الصوت. مش أم قوي. عشق وبدوب وبحن ليك، عشق القلوب كله في عينيك، القلب شاف أحلامه فيك، لو قلبي خاف هيخاف عليك. معلش معلش مش يعني مفيش حاجة حاضرة في دماغي. لا وانتي حاطة المانيكير لازم تغني. معلش اديني القواعد الأساسية صح؟ اه اتفضلي. الأناقة دي مش هتمر كده. اتفضلي يا حبيبي. لا قولي يا حبيبي. تحبي انتي تحبي أغاني قديمة؟ يعني بس انا يعني مش بغني كتير، فانا مش عارفه. مش بتغني كتير؟ لا يعني انا تحترف. طول الوقت مندمجه في الترانيم. ف هتحترفي غناء ولا لا؟ مش عارفه. يعني لو جات لك فرصه تحترفي غناء هتغني؟ اكيد. احنا في مسابقه دلوقتي. اتفضلي حضرتك غني بقى. اتفضلي. ممكن تغني قدامك قاسم الساهر. ممكن اختاري الشخصيات اللي انت عايزاها. ممكن تساعدوني لاني ممكن اقترح عليها. اقترح. ماريانا هتساعد. طب ساعدوني يعني. اختاري يا ماريانا، انت معاها فانت عارفه هي بتغني ايه. غني لشيرين. اغني ايه طيب لشيرين؟ اي حاجه اللي انت حاساه دلوقتي يا ماريانا. مش فاكره لاي حاجه، ده احساسي. طب هنسيبك تفكري في الاغنيه عشان نختم بيها اللي انت عايزاه. بس هنرجع للفكره الخاصه بانتوا ناويين تحترفوا؟ ناويين تحترفوا التمثيل او انا اولا اتمنى اذا لقيت حد فعلا يشجع. انا الاحتراف ده مش هجيبه من دماغي. انت اتخرجت من الكليه ولا لسه؟ لا انا لسه. انت في سنه كام؟ سنه اولى. سنة أولى دار إيه؟ دار جامعة الشفاية الفيوم. تحية كبيرة ليها لهذه طبعًا الدار المتميزة. تحية كبيرة. إيه انتوا كنتوا متوقعين إن يبقى في مبادرة زي دي تقدمكم للناس؟ لما اتقالت لكم الفكرة كان إحساسكم إيه؟ الحقيقة دي كانت حاجة بالنسبة لي يعني حاجة جميلة جدا جدا، يعني إن في اهتمام فعلا بالحاجات دي. بالنسبة لي يعني شيء عظيم جدا، يعني خاصة كمان لما جانا أستاذ عمرو وقال لنا إحنا ممكن نقدم العرض واشتغل معانا. لا يا جماعة إيه أنا بحلم. طب إيه؟ لحد لقيت الموضوع فعلا ماشي تمام ودخلنا وعرضنا، فبدات احس فعلا بروح من في امل في ان احنا هنطلع او الناس اللي عندها موهبه هتبينها. انا كتبت النص كان فكره ان عايز اقول للناس يا جماعه احنا جوانا مواهب، بس المشكله ان كل واحد مستني حد يقول له انت عندك في اعمل. فانا بقول للناس لا يا جماعه احنا في مواهب كتيره كبير او صغير، انت في عندك موهبه طلعها، ربنا مش مديها لك كده وخلاص. برده الموهبه دي هتطلع وتنمو وتحترف زي ما حضرتك عايزه، ولكن لما برده الاقي مساعده شويه. انا يعني مش هتعلم حاجه انا مش عارف اغلم برضه لما مدرس بيجي يعلمني الحاجه. فطبيعي جدا لما الاقي حد بيساعد في الامر ده انا هشتغل معاه. على مدى السنوات اللي فاتت كان في وده دور الجمعيه اللي بتعمله معانا على فكره. في ناس عندنا بتتعلم موسيقى. في زي المسرح. احنا على طول بنمثل يعني في البيت لو في اي مناسبات حتى لو صغيره، يعني بنشارك بالمسرح والكورال. بس انا خليني اتكلم معاكم في شويه حاجات بصراحه. شويه دايما الصوره المرتبطه لا ده الحياه وحشه ومفيش مصادر للبهجه والدنيا كئيبه. عندنا مختلفه. هي بالفعل يعني مختلفه عشان الناس اللي معانا ممكن تكون ناس مختلفه شويه. هم مش عندهم طاقه سلبيه. هم على طول ناس ايجابيين.
ادونا طاقه ايجابيه طول الوقت. بيدربونا ميوزك، انا كنت يعني واحده من الناس اللي بتدرب ميوزك. طول الوقت تمثيل. احنا ملاك في فريق بره، يعني في فريق اسمه سان مارك، هو بياخد خبره منهم وفي نفس الوقت بيدينا احنا من بعده الخبره دي. هو اللي بيدربنا. ماسك الفريق في البيت عندنا. في البيت عندكم انت اللي بتدربهم؟ يعني انا بتاخد كام؟ مجانا؟ ده ايه طيبه القلب؟ هو بيدعمنا بقى شغله يدعمنا. يعني ده بيبقى باكله يعني وجبه كده مثلا صنش؟ لا من غير حاجه خالص. ايه؟ من غير حاجه خالص. مش ما كانش حزينه اخته فهتنحزينه. طيب قولوا لي بصراحه، انا متاكده ان اللحظه دي كانت لحظه فرح بالنسبه لكم. جدا. اكيد طبعا. انا مش عايزه اعود لحاجات قديمه ممكن ما تبقاش لحظات فرح، لكن اللحظه دي عالجت لحظات ايه قبل كده؟ كانت ايه اللحظات الصعبه اللي انتم مريتوا؟ يعني كل واحد يبدا يدور فعلا على نفسه. يعني انا ممكن اكون، يعني احنا لما روحنا امبارح البيت فرحتنا بجمال الناس كلها فرحانه بينا، واخواتنا كلهم قالوا يا ريتنا كنا نفسنا نكون معاكم. ان شاء الله المبادره مستمره. يعني حقيقه المبادره دي يعني محتاجه تبقى على طول. ودي حصلت وانا جاي في الطريق لهنا على فكره. يعني هو في توجه من الوزاره لان العرض اللي انتم عملتوه ده يروح كذا محافظه كمان غير محافظه القاهره، ونكتشف كمان شباب واطفال جديد. على فكره في اخواتنا كتير، يعني في ناس لسه ما جاتلهاش الفرصه، بس كل واحد فعلا يبدا يدور على نفسه. احنا قلنا امبارح خليك ناجح خليك اقوى من الظروف. ففعلا لقينا موهبه عند ملاك ولا لسه ما لقاش موهبه؟ لا ملاك يعني عنده كتير، عنده بيلعب كوره بيمثل. لا بالفعل هو مسيطر، يعني هو مسيطر. انا عاجبني الاخت اللي قاعده تشجع اخوها. على فكره معايا رسومات رائعه ممكن تشوفيها. هم خدوها على. طب ما نشوفها يا احمد، نشوف الرسومات بتاعت ملاك. ده ابونا ارساني. ده عندنا كان مرسوم في البيت. ده بكان كان محفز ليا جدا الحقيقه. انتوا ايه حكايتكم على الشعر؟ شعر بس يعني برضه انتي بتقعدي محمر هنا؟ الله. دي بورتريهات شخصيات عادية. مين دي؟ واحدة زميلة في الكلية. قصة حب يعني ولا كده؟ لا لا. ده فن، ده فن من نوع خاص. حلو قوي. اتنين في واحد. جميل. دي شجرة في وش انسان لو حضرتك خدت بالك. صح. او انسان في وش شجرة. او انسان في وش شجرة. اهو نفسي في تفاحة. حد يا جماعة يديله تفاحة. انا هاخد تفاحة دلوقتي. دي فراشه بس جواها اتنين بيعزفوا لو واخده بالك منها. بالظبط. انا فخوره بيكم جدا ومبروك. ولو نقدر يعني كل فتره انا هتابع مع استاذ عباس، ارجوك ان احنا نتابع اي مبادرات او اي افكار عايزين تقولوها. نبقى معاكم ونبقى بنشارك. انت فرحانه كده ليه؟ هتغني برضه؟ فرحانه ليه؟ لكن انا بسيب حد هنا يلا قولي حته صغيره عشان نخلص على طول. بشكركم طبعا ونورتوني. بشكر استاذ احمد عباس مدير المبادره، والاستاذ عمرو حسن المخرج المسرحي امتعتنا، والزملاء كلهم الجمال ملاك وماريانا وملكه وماريانا. بشكركم. بس يلا ادينا حته اغنيه ونختم على طول. بشوفكم الاسبوع القادم ان شاء الله وحلقه جديده من كلام تاني. والامل موجود والنجاح موجود والاراده تستطيع ان هي تصنع كتير جدا، والحلم هيفضل ممكن. بس هسيبكم مع ختام خير الختام الحقيقه، الختام الجميل ده. مشربتش من الها، طب جربت تغني لها؟ جربت في عز ما تحزن تمشي في شوارعها وتشكلها؟ ممشيتش في ضواحيها، طيب ما كبرتش فيها؟ ولا ليك صورة عالرملة كانت عشط في موانيها؟ دور جواك تلقاها، هي الزحمة وهي المال، عشرة بلدي بتتآنس ياللي عالبة الموسن. يمكن ناسي لأنك فيها، مش وحشك ولا غبت عليها، بس اللي مجرب وفرقها ألف الدنيا مفيش بعديها.